أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا ضيف غني عن التعريف، الأخت ماجدة المشلب. خلونا نرحب فيها أول شيء ونسألها عن سر الضحكة. تفضلي ماجدة. أني أرحب بك أيضاً وأرحب بكل اللي يشاهدونه هسه. الضحكة هذه ما أعرف يعني، بس هو لما أعرف في تسجيل بدي أضحك. ولا يهمك. يعني لأنه لازم أكون جدية يعني، وأنا عادة ما أتحمل أكون جدية لفترة طويلة يعني. هو هذا الصح ماجدة، صدقيني هذا الصح. يعني على شو نكون أحب أضحك يعني، أحب أضحك وأحب يعني أتشاقى نقول إحنا بالعراقي، وأقلب يعني ممكن ينقلب أي موضوع إلى مزاح. و وين؟ مو كل الناس تحب المزاح يعني، عندي أولادي ما يحبوه يعني، زوجي ما يحبه، ف يعني مشكلة لما أنت تحب تضحك والآخرين ما يحبون، هذه مشكلة. ماجدة، نعم أنا بصراحة الحياة ضحكة، يعني الحياة هي ضحكة. إذا عبسنا وأخذناها جدية جدية ما راح تنتهي يعني، ومثل ما بيقولوا العمر قصير يعني، خلينا نستمتع فيها والضحكة أهم. أكيد في أكيد. صديقة، بالمناسبة في صديقة بعثت لي قالت لي أنا كثير رايدة أطلع معك بالبرنامج، بس أنا مشكلتي إنه بضحك كثير، يعني حتى إذا طلعت معك بضحك. لا ولا يهمك يعني، وانا بوجه لها التحيه مره ثانيه وبقول لها يا ريت تعي وانا راح اضحك معك. قلت لها انا راح اضحك معك بالبرنامج بس تكوني موجوده. على كل حال نعم راح اوجه لها دعوه ثانيه برساله، غير احتمال ما تشوفنا هلا، بس راح ابعث لها رساله. نعم طيب ماجدة، نحن قلنا بدنا نحكي نبدا بست حلقات، نبدا بالحجاب. نعم يا ريت تحكي لنا عن جذور الحجاب، كيف اجى الحجاب؟ كيف فكرت الإنسانية انه تحجب الأنثى؟ يعني شو السبب؟ ليش ما تحجب الرجل مثلا؟ خلينا بدايات من الجذور. نعم هو الرجل هو سبب حجاب المرأة، مو الرجل وإنما الفكر الذكوري. الفكر الذكوري ركز على إلغاء المرأة، وهذه يعني جت بسبب الملكية. الإنسان لما يملك الأشياء لازم يتحكم ب يعني مصير امتلاك هذه الأشياء، لمن راح يروح، وبالتالي لازم تكون إلى زوجة معينة. يعني سابقاً كان الجنس في الحضارات الرافدينية القديمة كان هو عبارة عن نوع من طقوس العبادة، يعني يحاولون يستجلبون المطر ونمو الزرع وكثرة المواشي بممارسة طقوس جنس جماعي. هذه موجودة بالحضارات، وكانت الآلهة أنثوية، يعني قبل ما يصير الإله ذكر تام في البداية كانت أنثوية فقط، وباعتبار المرأة هي مصدر الحياة، وما كان عندهم فكرة أنه الرجل له علاقة بالطفل اللي تنجب المرأة، ما يعرفون، ما يربطون يعني أنه ما الرجل ممكن يؤدي إلى أخصاب البويضة وينتج الطفل. فكان ينسب لها كل الولادات، وبالتالي كل أنثى يعني أنثى الزرع، يعني الشجرة الأنثى، المرأة، الحيوانات الأنثى، كلها هي اللي تنجب، وبالتالي هي اللي تستحق الاحترام. لكن مع تراكم الثروات يعني بالمناطق اللي هي يعني متوفرة بها المياه وصارت بها زراعة وأنشئت مجتمعات، أصبح هناك تنافس على الأراضي، تنافس على المياه، كثرة البشرية، وبالتالي وقعت الحروب. الحروب وقعت بسبب استبداد الرجل. يعني الرجل لابد أن يعني يحصر المرأة داخل قوالب أخلاقية جديدة. كانت سابقا المرأة يوجب عليها أنه تمارس الجنس في المعبد، كانوا يسموها البغي المقدسة، والحج هو نوع من أنواع الطقوس العبادة للآلهة القديمة، يعني أساف ونائلة على الصفا والمروة،
يعني هذول رموز الجنس والحب عند العرب، وكانوا يطوفون حول البيت عرات حتى، وهذا جبل عرفات كانت يعني هو نفس الجبل اللي عرف آدم به حواء، وبالتالي يسموه جبل عرفات لأنه أصبح يلتقون به أكثر من آدم وحواء، فصار يعني هو جبل لممارسة الجنس. طبعا هو بعدين من دين إلى آخر تغيرت الطقوس، لكن هي أساسها وثني. من وضع منظومة أفكار جديدة يعني تلغي الطبيعة والسليقة اللي ماشي عليها الحياة، إنه الأنثى أو الرجل هم يتكاثرون بهذه الطريقة، وما المرأة ما تابعة لرجل معين ولا الرجل تابع لمرأة معينة. المرأة مسؤولة عن الأسرة، عن تنظيم كل شيء، وهي القائد يعني المسيطر. فلازم يلغي كل هاي الأنظمة. أولاً لازم يمتلك جسد المرأة، رحمها لازم يكون ملكة على مود الأولاد اللي ينجبهم، يعرفهم أنهم من صلبة، فلمن وإلهم يقول الملك. فبهاي الحالة لازم المرأة تتحول من طبيعتها البشرية العادية اللي هي مسؤولة عن كل شيء بالحياة، عن الأطفال وعن وهي اللي تقود المجتمع العمومي. لما تحبسها بالبيت لازم تعطيها مبررات يعني، ولازم تقهرها بثقافة تقول لها أنه أنت يعني جسدك هذا ملك لهذا الشخص. يعني ابتدأت العبودية، ليس فقط عبودية المرأة، يعني عبودية الإنسان للإنسان. ويا الملكية، لما دخلت الملكية والإنسان صار يملك الأشياء، تغيرت كل الثقافة وأصبحت كلها لصالح هذه الملكية ولصالح استمرارها لناس معينين. بهاي الحالة لابد من إلغاء رأس المرأة. يعني أكثر شيء المرأة يتغطى رأسها دائما يعني، وأحيانا تتغطى كلها يعني بالديانات. يعني عند اليهود كانت تتغطى كاملة، والمسيحية الراهبات يعني معروف لبسهم، وبعدين إجا الإسلام. المهم هو ماكو حضارة ولا دين، ويعني قامت على الفكر الذكوري وعلى التملك وأنطت للمرأة حرية. كل الثقافات، كل هذه الثقافات اللي مرت على البشرية هي ثقافات ذكورية بشكل تام، وبالتالي المرأة هي بارتدائها للحجاب طبعا أعطيت إلى قدسية أكيد. يعني يهودي عندنا عقوبة شديدة للمرأة اللي يخرج شعرها، يعني تطلق فورا وتحرم من هواية حقوق. يعني عقوبات الأديان على ظهور رأس المرأة وعلى يعني جسدها، يعني حيل قاسية. وكلنا نعرف حزام العفة اللي كانوا يلبسوه النساء وقت الحروب، لمن المسيحية يعني يروحون يسافرون بلدان بعيدة وهو يريد يضمن زوجته ما تلتقي بأحد، فيلبسها لباس، يعني احنا نسميه يعني هو اللباس الداخلي من حديد يقفله والمفتاح ياخذه وياه، يعني ما يقدر لها بس فتحة التبول وفتحة الحيض، ما تقدر يعني تفتحها الا يرجع هذا المحارب مرة ثانية. فشيء طبيعي يعني انه الرجل لما يريد يملك كل شيء طبيعي لازم يخلي المرأة تابعة له، لأن هي المرأة أساس كل شيء. يعني لما هي تتبعه خلاص الأسرة تتبعه والمجتمع يتبعه. نعم. طيب ماجدة، ليش برأيك يعني ليش المرأة صارت رمز للعنة وللخطيئة خصوصا بالديانات الإبراهيمية اللي بنعرفها نحن؟ يعني هي ما كانت يعني مصدر لعنة، ولا بالديانات الوثنية القديمة ما كانت، بالعكس هي قلت لك كانوا
يعتبروها مصدر الحياة والخير يعني، وهي لا زالت مصدر الحياة والخير، وهي مجبولة على الحب يعني. لازم تخلي كل المشاكل بالمرأة يعني، شلون تخليها وهي إنسان قوي، إنسان قوي جدا هرمونيا، هي جدا قوية، ذكية جدا، قادرة على أنه تدير الأمور بشكل جيد. أعتقد يعني أنت موجود بلندن وتلمس أنه المرأة يعني متفوقة بالإدارة، متفوقة بالعمل، متفوقة في كل شيء. شلون تخليها تتبعك إذا ما تخلي الشيطان ساكنها يعني؟ يعني المسيحية بالقرون الوسطى كانت تمسك المرأة اللي يدعون إنه هي بيسكنها يعني بيها سحر وبيها مصدر شر، ويظلون يضربون بيها، ولما جسمها يصير أزرق يعتبرون هذا اللي هو نزف تحت الجلد يكون دم يعني، يعتبروه مكان خروج الشيطان. طبعا إذا ضربيها هواية وزرق كل جسمها فهي مليانة شياطين. فشي طبيعي يعني، الرجل دائما يعفي نفسه من الخطيئة، وهاي القصة مع آدم وحواء، وهي كلها صناعة ذكر يعني، لأنه يحمل المرأة أنه هي أنطت تفاحة، ورغم الله يعني علمه الشجرة لا تأكل من عندها، بس هو يعني سمع كلام حواء ونسى كلام الله اللي خلقه. فهذا يعني، أما الله غبي يعني ما علمه بشكل جيد، وأما هو آدم يعني ما تنفع به التربية يعني، على طول خان الله وسمع حواء اللي انخلقت بعده يعني. فهذه القصة يعني يدل على أنه الرجل حتى ما قدر يفبرك قصة مقنعة حتى يخضع المرأة. بالضبط. نعم، بلا ما أطول على حديثك ماجدة، في مسألة التفاحة والشيطان وآدم، في مسألة محيرة بصراحة، أنا طرحتها قبل المرة بس ما لقيت له جواب شافي يعني، أنا بتمنى ألاقي الجواب الشافي عندك. نعم. اليوم الله خلق هذا صاحبنا آدم، وخلق طلعه كمان حواء. نعم. طرد الشيطان من جنته. نعم. الحبكة الدرامية خلينا نقول. ايه القصة. الله بذاته طرد الشيطان، اليوم طرد من الجنة، فنزل على الأرض. كيف قدر هالشيطان هذا يرجع يدخل الجنة حتى يقنع حواء بأكل التفاحة والحكي اللي بنعرفه، القصص التعبانة هاي؟ السؤال هو كيف دخل الشيطان الجنة؟ رجع دخل مع أنه الله طرده يعني. لأنه واضح من الحوار اللي بالقرآن موجود، أنه يقول له يعني أنا خلقتني من، يعني محاجد جيد، أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين، وأنا عبدك 500 سنة، سجودي 500 سنة. وبعدين هو والملائكة عندهم معلومات جيدة عن آدم، يعرفون آدم راح ينزل الأرض، يعني نزوله للأرض حتمي 100%، يعني يقولون كيف تجعل من يسفك الدم فيها، يعني يعرفون أكو بجسمه دم، يعرفون هو راح ينسفك هذا الدم، يعرفون آدم ما بيخير وما يستحق يبقى بالجنة وراح ينزل الأرض، يعني عندهم معلومات كاملة. إذن والله جداله وياهم يعني، إخضاع لهم أنه لازم يسجدون، أحسه مثل أي زعيم عربي يعني، ماكو شيء يعني، ما الداعي يعني هم يسجدوا لك لان انت خلقتهم، بس يعني يسجدون آدم على اي اساس يعني؟ لازم تعطي سبب مقنع لملائكه ذكيه تناقش الله، ونفس الشيء ابليس يعني، هو طبعا ابليس والشيطان شياطين ما اعرف شلون تكاثر، هو كان واحد بس هسه احنا كل يعني انا هسه براسي فد مليون شيطان يعني، بعدد عدد الخلايا اللي براسي. واضح من خلال النقاش، من نقاش الملائكة مع الله وتجبر الله ومحاولة إخضاعه بالقوة، إخضاع إبليس بالقوة وليس يعني مدى يقول له أنه أنا مثلا أعرف كذا وكذا راح يصير وإنت لازم تسجد له،
وبعدين هو علم الأسماء كلها لآدم، يعني آدم ما له فضل، يعني إجا الله علمه يعني الأسماء كلها وقال لهم انبؤوني بالأسماء. طيب هم يعرفون الدم ويعرفون آدم راح ينزل الأرض ويعرفون راح يكون في جريمة قتل، يعني معقولة يعرفون كل هاي المعلومات عن عقلية آدم وطريقة تفكيره على الأرض وما عرفوا كم شجرة موجودة على كم ومي وما عرف إيش يعني. فالقصة تدل على أنه الله ما كان بذلك الذكاء، وإبليس كما يبدو لي يعني شديد الذكاء، وبدليل أنه حتى بعد ما طرده قال الله أني أظل يعني عندك وأحرف الناس عن طريقك وأخليهم يجون وياي، وحددوا موعد يوم الحساب، وإحنا طبعاً وقعنا بالوسط. فإبليس لما يظهر لك على شكل أغنية، يظهر لك على شكل هسه إحنا أنا وياك، يعني الشياطين هي اللي أمرتنا، يعني تحس إنه الإنسان الشيطان هو اللي متحكم به، هو اللي متحكم بأقداره وليس الله، وبالتالي الشيطان عنده قدرات جداً هائلة، يعني سهلة أنه يدخل الجنة أمام القدرات الأخرى. القدرات الأخرى أنه يعني أحسن إنسان ممكن يحرفه عن الطريق يغوي، يعني هو آدم يعتبر أول نبي على طول، يعني راح تحول إلى ثعبان أو ما أعرف إيش، وهمس بإذن حواء. وبالتالي يعني أنا أشوف القصة يعني كلها ذكور، يعني الله ذكر وآدم ذكر وإبليس أيضا ذكر، يعني هو مو أنثى. كل الملائكة ملائكة ذكور؟ أنا ما يعني ما أعرف شلون الذكور ينجبون حياة، أعرف أنه الأنثى في كل الحيوانات وكل النباتات هي اللي تنجب الأجيال، شلون إجوا ذول الذكور وخلقوا أنثى وهم يعني الذكر لازم عدة أعضاء تناسل واحدة ما عدة أعضاء تناسل أخرى. هذه الكذبة يعني حتى قدرة المرأة على ولادة الحياة نفوها، وبالتالي الشيطان هذا يعني حيل ذكي، حيل قدرات رهيبة، أقوى من الله بمليون مرة. هو كان بإمكان الله ينهي النقاش يعني أو يقول له براحتك لا تسجد يعني، أو ما يأمره بالسجود لأن ماكو داعي، يعني ماكو داعي للسجود والركوع والعبودية، يعني أشوف الله هواية يعني وما خلقت الأنس والجن إلا ليعبدون. زين ليش يعني ليش تخلقهم حتى يعبدوك؟ يعني أنت ما عندك ثقة بنفسك، محتاج عبادة، راح يقول لك لا العبادة للإنسان. طيب شو يسوي بيها الإنسان؟ يعني ممكن تكون عنده خيارات أخرى الله، يعني يصنع حياة نموذجية بدل ما الأسد يأكل غزالة، ممكن يخلي يأكل حشيش مثل الفيل، وممكن أيضا يخلي المرأة والرجل دائما طيبين، ماكو شيطان يعبث بهم، ماكو شهوة المال، ماكو شهوة الدم، إذا ميري جنس هم ماتين يقدر يخلينا نتكاثر بالانشطار، إذا مشكلته ويا الجنس ولا تأكلون وسمى الأعضاء التناسلية سوءة وعورة، يعني أصلا هو خالقهم مثل الأنف والأذن وكل واحد إلى وظيفته، حط عليهم ورقة توت، يعني ليش أنت أصلا ليش خالقهم وليش مغطيهم؟ يعني إذا تعرف إن هما يعني خطأ. فجواب على سؤالك إنه الشيطان هو موازي لقوة الرب، نفس الشيء، يعني الشيطان يقدر يسوي هواية أمور وكل السهل عليه إنه يدخل الجنة. هو بصراحة هو لو ما في شيطان ما في الله، يعني إن اللي حبك القصة اللي كتب السيناريو هاد يعني بده يوجد الشيطان، يعني بس هو سيناريو غبي يعني، واللي كتبه هو بالسيناريو بدائي جدا، يعني بدائي، إنسان طالع من عصور الكهوف وشايف الدنيا هو صحيح يا جان، صحيح لأنه هذه القصة هي تلقاها موجودة يعني موجودة، أقرأ الأساطير بالرافدين وبسوريا نفسها موجودة يعني، ونقلت الحضارة الأغريقية
وحواء عندها هواي اسماء نفس الشيء، يعني نفس اللي يصير. بس اكو بالاساطير الرافدينيه اكو يعني الهه متعدده، يعني هو كان اول مره بس ابسو وزوجته نايمين نوم عميق، يعني ما كان اكو اي شيء. وبعدين خلقوا اله، والاله صد يعني جاب الهه اخرى وصدع راسهم وهم يردون ينامون، فهو قرر يقتلهم ويبطش بيهم، فهم ثاروا عليه وقتلوه. وبعدين قرروا يخلقون بشرية، يعني حتى لأن هم تعب يردون يرتاحوا ويردون يعيشون براحة، فخلقوا البشر على مود هم اللي يزرعون، هم يعني خلقوهم عبيد إلهم. بس هذه القصص يعني في طفولة البشرية كانت تبدو يعني ما بيها الكثير من الشر مثل ما موجود الآن، يعني عن الله وعنفه وبطشة ويعني الصفات اللي انطوها الله حيل متناقضة، يعني وبها كثير من الأمراض النفسية، بحيث مبين واضح جدا أنه الشخص اللي وصف الله بكل الأديان هو ذكر يحاول السيطرة على المرأة، ويحاول ومن خلال السيطرة على المرأة سيطرة على كل شيء بالدنيا. الطفل راح يطلع من امرأة مسيطرة عليها فكريا، وراح يطلع وفق السلطة الدينية والسياسية اللي موجودة. نعم تأكيد، بكل تأكيد. طيب خلينا نشوف المسيحية ماجدة، يعني المسيحية تسامت على الشهوة الجنسية على أساس، يعني الله بتلاقي الرهبان لا يتزوجون، يعني وهي بصراحة أنا بدي أحكي بشوي خمس دقيقتين ثلاثة بس من هالنقطة هاي. نعم المسيحية يسوع المسيح لما بدأ برسالته يعني ثلاث سنين قبل، نعم وانتجت لنا هالثقافة المسيحية اللي بنعرفها واللي بنعرف منها مثلا الرهبان لا يتزوجون ويتعالون عن الشهوات والأشياء. نعم يعني محمد، خلينا بنقارن شوي بمحمد بديانة محمد، يعني محمد لو أول ثلاث سنين من دعوته وميت كان كمان الإسلام صار على مرأة واحدة، مثل كان لأنه كان مع خديجة. نعم كان مع خديجة ما تزوج من غيرها، وكان كله كان سلمي، يعني مثل ما فيه آيات الحرب. أنا عندي سؤال هون، هلا سؤالين بصراحة، يعني نعم. هي خلينا نقول لماذا تسامت عن الشهوة، لماذا يعني قررت أنه يعني تتبع المسيح بعدم الشهوة، يعني ما في زواج ما في شيء ما تزوج المسيح. نعم. خلينا نحط افتراض تاني، المسيح كمل عمره ما مات، مات بعد 50 سنة، نعم قرر يعمل اللي عمله محمد، كيف الشكل المسيحية راح تكون برأيك؟ أنا أعتقد أنه الديانة المسيحية قائمة على يعني غضب يسوع من والدته. أنت تشوف الديانة كلها ما بيها ذكر للأم، يعني ما بيها يعني تعاليمه ما بيها شكر ولا بيها أي شيء، مثل محمد هواية أشار بالقرآن للوالدين، لأن هو يعني حس بضرورة وجود الأم بضرورة وجود الأب، اليتم يعني أذى جدا. لكن تعرف أنه مريم هي مو عذراء، هي مثلها مثل الحضارات الرافدينية، هم يمارسون الجنس مع الكهنة داخل المعبد، وهي حملت لأنه الكاهن هو الرب، يعني فهي حملت من الرب، يعني صحيح حملت من الرب. وطبعا حتى ما ينطوها هذا الطابع الجنسي، وحتى تظل يعني يظل الرب أكبر من أي شهوة، فقالوا أنه ولدت من ساق، يعني عندنا إحنا بالثقافة الإسلامية أنه ولدت من رجلها، جابت يعني حتى بكارتها ما افتضت. فالموضوع يعني عد يسوع أنه هو مجيئه إلى الحياة كان خطيئة أمه، وهو غير ليس بابن شرعي، يعني ولاحظ الأنبياء كلهم مو أبناء شرعيين، وهذا طبيعي. الإنسان لما تنكسر علاقته بأمه، لما يحس أنه هو يعني ما أجى كما هو متعارف عليه في الثقافة، يعني أجى من خطيئة،
هواية تحدث صدمات. يعني معظم الطغاة بالعالم هم يعني علاقتهم أمهاتهم كانت سيئة جدا، مع عاهرة أو يتيم أو أكو كسر طفولة وخدش لقدسية الأم. من تنكسر هذه القدسية بنفس الطفل كل شيء بعد يهون عليه. فالمسيح اعتبر الجنس يعني من الخطيئة ولغاء تماما، يعني تقريبا لغاء. اليهودية اعتبرت المرأة هي مصدر الشهوة، هي مصدر الشر، والله قال لها بالألم تلدين، حكم عليها أنه تكون الولادة مالتها مؤلمة لأن هي اللي أخرجت آدم من الجنة. لكن طبعا تعرف يعني خلق أعضاء تناسلية في جسد أنثى وذكر يبين أنه الله يعني مصمم أنه تكون في ذرية، يعني وكان ممكن ينهي الموضوع وما يخلق أعضاء تناسل ويخلي آدم وحواء يعيشون بدون تكاثر، كان بإمكان ذلك. المهم سؤالك عن ليش اتسامت، يعني هو أنا أعتقد مثل ما الإسلام هو انعكاس لحياة محمد، نفس الشيء التعاليم المسيحية هي انعكاس إله. هو راد يخلص من يعني الخطيئة، وجودك هو مخلص من الخطيئة، هو وجودك بالحياة هو خطيئة، وبالتالي فتسوي كل شيء على متخلص من هالخطيئة. يعني هذا مفهوم المسيحية، يعني إحنا عبارة عن خطيئة، وجودنا خطأ عن غلطة آدم وحواء، وهي نفس القصة، نفس القصة مالت القصص الأساطير، يعني اللي كانت أناشيد دينية في المعابد الحضارات القديمة بمصر وبالرافدين وبسوريا كلها تقريبا قائمة على هذا الشيء. بس أنا أعتقد أكو نوع من العودة يعني للمرأة، يعني لكن إلغاء للجنس، إلغاء لوجود الرغبة في جسد المرأة، يعني حولها إلى وعاء، يعني وعاء إلهي يضع فيه الحياة، ويعني وبالتالي هذا الجسد نفسه مال يسوع صعد للسماء. يعني إحنا عندنا بالقرآن إنه شبه لهم، يعني مو هو اللي قتل، وهو راح يعني وراح يظهر في يوم من الأيام، وعند مذهب الشيعي راح يظهر مع المهدي. فلكن بعدين عندنا بالإسلام لا، يعني صار تركيز كبير على الجنس لصالح الذكر، مع إلغاء كامل إله بالنسبة للأنثى. وموضوع كله ترى موضوع الحجاب كله هو على مود الرجل يعرف منه أولاده بس، يعني هاي الغطاء بس حتى الملكية تروح إلى أبنائه مو غيرهم، ماكو سبب آخر. طيب مجدة، يعني أنا بصراحة هلأ بدي أسألك السؤال هذا. نعم. نفترض أنه المسيح هذا يسوع الدلوع هذا ما مات، نعم، بعمره ب33 وكمل لل60 و70، نعم، شو توقعك، شو تصورك راح تكون حال المسيحية حاليا، يعني مكمل حياته طبيعي ميت ومصلوب وقتلوه الرومان مثلا والقصص هاي؟ هو بالنتيجة راح ينتج دين مشابه، يعني مشابه لكل الأديان الذكورية، يلغي المرأة يحجبها نفس السلطة يعني، ويخلي كل شيء مقدس لصالح السلطة السياسية، يعني هذا كل الموضوع. وبعدين هذول الناس كلهم يعني موسى وعيسى ومحمد بالتاريخ ما موجودين، يعني احنا معتمدين على الكتب اللي تقولهم ما كانوا موجودين، بس ماكو تاريخ كتب يعني انه اكو نبي ظهر بالصحراء، اكو نبي ظهر في مدينة السامرة أو الجليل أو يعني في منطقة الكنعانيين، ماكو نبي قعد ويا شعبه 40 سنة بسيناء، هذه كلها ماكو أي أثر عليها. صور يعني كل الآثار اللي تم العثور عليها ماكو أي إشارة إلى وجود هذول الأنبياء. فهي ممكن تكون قصص مختلقة من قبل السلطات في حينها، كل فترة يطلعون في شيء جديد حتى يخضعون الناس إليه،
وكانت الخاتمة بخاتم الأنبياء اللي هو يعني كان قاسي دينه في منتهى القسوة على الجسد وعلى المرأة وعلى الحياة كلها، أقسى دين على الإطلاق، لأنه يؤمن بالقتل، قتل المخالف. حتى اليهودية يعني اكتفت بشعب الله المختار، يعني ما يردون بعد مزيد من الناس، يعني ماكو يهودي يجي كسبك لدينه، لأنه هو يعتبر نفسه أعلى من عندك، وبالتالي هو ما يصير يضمك لهذا الشعب اللي الله اختاره. لازم أنت تنتمي للأسباط الـ12، لازم تكون من نسلهم على مود تكون ويا الشعب اليهودي. المسيحية اعتمدت التبشير دائما، بس أيضا نفس الشيء استخدمتها السلطات السياسية للتوسع، ونعرف الحروب، يعني الحروب بين داخل المسيحية، داخل الدين المسيحي وبخلافاتهم قتلت ملايين الناس، وأيضا نفس التوسع والاحتلال. يعني الفكرة هي فكرة السلطة والنفوذ والتوسع وعطائها قدسية إلهية على مود بقية الناس يسكتون. هذا هو اللي موجود. نعم بالضبط. طيب خلينا ماجدة نروح على الدين الإسلامي، مثل ما بقولوا ويندوز الأخير، النسخة الأخيرة من الديانات الإبراهيمية، من الرسالة الإلهية. نعم. كيف تطور الحجاب والنظرة الإبراهيمية للمرأة، كيف تطورت، كيف تعامل مع الإسلام؟ احنا قلنا يعني الحجاب كان مفروض على اليهود، وهو مو بس يعني لأنه لازم المرأة تتحجب، اكو اسباب مناخية، يعني مثلا بالصحراء يعني كان اللثام للمرأة والرجل بسبب الجو. يعني أنا البارحة كنت ويا إسماعيل وحكينا عن نفس الموضوع، كان الملابس قبل ما توضع هذه الأخلاق الذكورية اللي حرمت الجسد واللي اعتبرتها يعني غيرت في كثير من وظائفه، يعني هو الجسد بأعضاء، هو بأعضاء وهاي الأعضاء تقوم بوظائفها، بس انت من تحرم الحديث عنه، تحرم الحديث عن الجنس، الجسد راح يكون له معنى واحد بس هو التعبير الجنسي. يعني حتى بالغرب وين ما تروح يعني ما يعتبر انه الرجل او المراه اذا مشوا عرات ما يعتبرون محبذين، يعني الشخص يعني ما يكون محترم، هو عنده حريه انه يسويها، لكن ما ممكن يعني مثل رئيس شركة أو رئيس جمهورية يطلع عاري، ولا ممكن جسد يعني مدثر لأسباب إخلاقية وليست مناخية. يعني هي بدت بالمناخ، الإنسان لبس الملابس حتى يدفئ وينزعها لما تكون حارة، وبعدين تحولت إلى أخلاق ودثار، وهذا الدثار يعني ركز على الرأس. يعني حتى بأفريقيا أنا أشوف النساء يعني مو مسلمات بس يغطى الراسن بفد نوع من الغطاء، يعني لفة معينة شايفتها حتى هنا بأمريكا، هن لابسات نفس الألوان المبهرجة على رأسهم، وأيضا الشعر مالتهم لازم يطلع. يعني تقريبا أقدر أقول لك كل الحضارات الذكورية اللي ظهرت بأديانها ثقافاتها ركزت على إلغاء عقل المرأة، إلغاء رأسها، وبنفس الوقت ركزت على تبعية جسدها للرجل. فبالنسبة للإسلام خلينا نكون يعني حقانيين، محمد ما طلب هذا الحجاب اللي موجود هسه. يعني أي واحد يسمعني هسه خلي يروح يكتب على جوجل كم مرة وردت كلمة حجاب بالقرآن، راح يلقاها وردت 7 مرات، في كل مرة كلمة الحجاب هي عبارة عن فاصل بين شيئين، أبداً ما لها علاقة بالرأس ولا لها علاقة بالمرأة ولا لها علاقة. يعني في آية من الآيات واسألوهن وإذا سألتموهن متاعاً من خلف حجاب أو شيء من هالقبيل. المهم هذه الآية حدثت أيضا بسبب حادثة،
يعني أنا أقدر أقول لك كل مكانة المرأة في الإسلام تدنت بسبب أهواء محمد ما بعد وفاة خديجة. في زمن خديجة ماكو أي شيء ضد المرأة، وبعدين كان مسالم وفقا لديانتها النصرانية، وأيضا كان مجبور على البقاء وياها لأنه ماكو زواج ثاني بالدين المسيحي، هو زواج واحد وبس. يعني تحس أنه مثل كان شخص يعني عايش بأزمة وقفص مع امرأة، وفجأة يعني لقى نساء وهو يقدر يعني يجيب قانون يقولهم تلكوا النساء وتزوجوا أربعة، وهو كان العدد مطلق. يعني قبل يعني بالجاهلية اللي يموت أبوه شنو عنده نسوان؟ الأب، الابن يورثهم، فيكونون أخوانهم أولاد أخوان 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 أخوانه، يعني أخوان أولاده، يعني أخوان أولاد أبوه، يعني من الأم، يعني هو ينجب من عندها وأبوه يكون أنجب من عندها. فهذه اتحددت بالقرآن، يعني لغة هواية من الزيجات. احنا نعرف أنه إبراهيم كان متزوج أخته هاجر واللي ما أنجبت له، وكانت الزيجات من الأخت، يعني كل يعني بالتوراة كلهم متزوجين، يا عمتهم يا خالتهم يا أختهم، كل الأنبياء يعني ما طالعين يعني من هذا الأشياء المحرمة. يعني حتى بيهم من اليهود كانوا يزوجون بنت الأخ، ولا زالت أكو أمراض خاصة بالشعب اليهودي بسبب هاي الزيجات المتقاربة جدا. نرجع لموضوع الحجاب. الحجاب أول شيء يعني كانت هذه الكلمة تعني المرأة بالذات يعني، وفصلها عن الآخرين هي لما طلحة هو كان يحب عمه عائشة، وهما من عمر متقارب وهي من زوجة شيخ، فكان يروح لها يعني. فهو النبي تأذى يعني من هذا الشيء، إنه أكو شخص في غيابه يجي يشوف بيت عمه، وبعدين هو كان يقول حكي انه هو اخذ بيت عمي ويمنع، يعني بعد ما نزلت الايه واذا سالتموهن متاعا من وراء حجاب يعني. فالايه مو بالضبط، يعني موجوده عندك بالورد وراء حجاب يعني باب. هو بس راد لانه ما كانت اكو ابواب قبل، فالإنسان يدخل مباشرة يعني للبيت، ما كان أكو أشجار عمود يسوون أبواب، وبعدين صعب تجيب الباب يعني من مناطق على جمل، يعني ما عندهم سيارة عمود يجيبون من الشام ومن العراق، احتمال كم واحد ثري يعني كان عنده باب، بس مو جميع يعني. فالحجاب اللي لازم نقرأ الآية يا بس خليني، لأن أنا عندي هنا الورد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذن. نعم 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 أقرأها بس لأنه أنا ملابسة النظارة مالتي هسه. ولا يهمك. لكم إلي طعام غير ناظرين إنه. أترك هاي كلها، وصلنا الحد الحد اللي إذا سألتموهن بس عمود نجيب الآية صح؟ الحق وإن سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. نعم بالضبط، هاي الآية هي أول آية نزلت حتى تحد من حرية المرأة بالحركة ومن ظهورها بأنه وضع حجاب. وهي طبعا هذه الآية كلها يعني خاصة بالنساء الرسول، يعني هي ما لها علاقة، ما معممة على الجميع يعني، وهي خاصة بحادثة انه هذا يحب عمه واجا يشوفها، ومحمد شاف اكو تنافس يعني بالعمر، وبعدين اذا
يعني كان يسوءه انه يجي واحد يتزوج عائشه من بعده وتنجب، لان هو كان عقيم، فراح يكشف يعني راح تكشف اسراره، راح يعرفون اذا كان هو كان عنين او كان عقيم او اذا يعني تخيل لو عائشه متزوجه وانجبت من طلحه يعني بعده، يعني الكل راح يعرفون انه محمد ما كان ينجب، يعني موجوده يعني ان شانئك هو الابتر، يعني كان يقولوا له ابتر، انت ابتر. والانجاب عند الصحراء فشي جدا مهم، انجاب الذكور جدا مهم. فاذا اول شيء هو حدد من حريه المراه هو خوف محمد على عائشه لان هي صغيره بالسن، وهو يعني اصطفاها لنفسه وحب يحتفظ بها، وبما انه هو الله يعني فنزل ايات هوايه، نزلت آية كل ايه تنزل ضد المراه تكون صغر سن عائشه وجمالها هو سبب بها. عندنا ايه ثانيه تحدث، طبعا هذه ايه الحجاب نهائيا ما لها علاقه بالراس، والحجاب باللغه هو الشيء الفاصل بين امرين، يعني اي شيء، الستاره هي حجاب، ستارة النافذة هي حجاب، جدار حجاب، يعني الحاجب عند الملك يعني كان الناس تقف خلف الجدار يعني ما يحق لهم دخول الملك إلا الحاجب يدخلهم. كلمة حاجب أيضا جاية من حجاب، يعني أكو حجاب بينهم وبين الملك. فإذا كلمة حجاب ما أعرف شلون تحولت وصارت على رأس المرأة، يعني ما أعرف شنو، يعني رادنا دراسة باللغة عميقة شلون انزاحت كلمة حجاب وتحولت إلى رأس المرأة، يعني من كونها حاجز بين شيئين، لأن أكو آية تذكر أنه أكو حجاب بين أهل النار وأهل الجنة، سبع مرات قلنا أنه مذكورة كلمة حجاب. الوحيدة اللي خصت النساء بها هي الآية اللي قلناها قبل شوية. اكو ايه ثانيه انا مسجلت لك اياها، اقرا لك اياها اذا نعم اقراها حتى يعرفون. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. الاحزاب 59. نعم طبعا هي الاحزاب هذه نزلت على مراحل، يعني وكان يعني انت بعد ما الاسلام انتشر اجت ناس غرباء يعني تريد تتعلم الدين، وكان خروج النساء الى قضاء الحاجه يعني ليلا كانت تهاجم الاماء، يعني تعرف الاما هي ما لها حقوق، يعني ممكن اي واحد يمارس وياها، فكانت الحرائر ايضا تهاجم لان الشخص ما يعرف هذه مرت ابو بكر او زوجة محمد او زوجة، ويقال ان عمر احد اسباب نزول الايه، يعني لانه سودة كانت طويله ولما خرجت للخلاء لقضاء الحاجه قال لها عرفناك يا سودة، فمحمد يعني زعل انه النساء يعني ممكن تتعرض نساء أو نساء غيره إلى الاغتصاب، هو يغتصب مو مشكلة، هو يجيب جواري بسبب الحروب ويسبيهم ويمتلكهم ويمارس وياهم غصبا عنهم ما يخالف، بس لازم أكو حدود، يعني الجارية ممكن تغتصب لكن الحرة اللي هي ملك شخص معين لازم أولاده يكونوا من عندها، ما يصير تكون مباحة للآخرين، فهي خلينا نقول حماية للمرأة الحرة فقط وليس كل امرأة. صوتك. عندي مداخلة بسيطة ماجدة. نعم. يعني التحرش الجنسي هذا واضح بصدر الإسلام ومن الصحابة الكبار، يعني فاروق ذات نفسه يتحرش بالنساء الرايحات على التواليت، يعني خلينا نتصور اليوم زوجة القرضاوي فرضا ويجي علي جمعة هذا تبع الأزهر يقول له عرفناك أنت مرت القرضاوي، هي رايحة على التواليت، يعني أي. إنسان يتصور هالموقف هذا يا جماعة، شد موقف سخيف.
فالتحرش الجنسي القصد انه الموجود بصدر الاسلام ومن حتى من كبار الصحابه، يعني شو هو على هالنقطه هي ماجدة؟ هم اصلا يعني ما معتبرين المراه شيء، هي يعني يشتروها ويبيعوها ويسبوها، هي فقط لإنشاء جيل جديد وتنتهي أدوارها. ومع ذلك الجاهلية كانت بعض النساء تسود، يعني أكو امرأة ما يحضرنا اسمها، كانت سيدة قومها، قتلها محمد، ربط كل ساق بجمل وكل جمل تحرك باتجاه نعم بالضبط. هذه امرأة كانت مهيوبة وسيدة قومها. هو أنت لما تطيح بالمرأة وتسحقها وما تحترمها ما يبقى بعد أي أخلاق ولا مجتمع، فتقدر تتحرش، تقدر تعتدي. يعني أكبر دليل الحياة اللي إحنا عايشيها، بس أكو فوكس يعني كبير على الجنس، يعني مع أنه هو جزء يعني من حال الأكل، الشرب، كل الغرائز اللي موجودة اللي إحنا نسويها هي غرائز البقاء. يعني نشرب حتى نبقى، ناكل حتى نبقى، ونمارس جنس أيضا حتى نبقى. يعني اكو وظيفه، بس لما انت تمنع منع هو شغلات محمد، يعني شغلات الرايه الحمراء، شغلات نكاح الاستبضاع وتبادل الزوجات ونكاح الرهط وكوما نكاحات، يعني المراه اللي ما عندها احد وتمارس ويا شخص بس على مود الاكل وجبه اليوم، على مود لا تموت من الجوع. اكو انواع نكاح، فما كانت اكو هالقد ازمه بالجنس. لكن لما منع كل شيء، وخاصة بعد ما أنه المرأة لازم تتغطى، يعني صار الجسد فشي يعني يتشوق للمسلم، وهو قاصدها، لأنه أنت إذا ما تحصل المرأة بالطرق المعتادة في الصحراء فلازم تروح تجيب نساء بغزوات، يعني هاي الطريقة الوحيدة يعني على مود تجيب امرأة. وبالتالي هذا هو اللي يسموه جهاد، يعني وهسه نشوف هذا جهاد النكاح اكبر دليل يعني على انه الموضوع موضوع روح اغزو بلدان وجيب نسوانها. نرجع للايه. اسف كثير ماجدة، قبل ما نرجع للايه يعني في شغله خطرت لي، ومساله النساء، يعني الاسلام والمسلمين يتبجحون انه الاسلام كرم المراه، وفي بطلات بالتاريخ الإسلامي منها خولة بنت الأزور. نعم. صراحة شو خولة بنت الأزور وظيفتها أنا ما بعرف، يعني هي أخذت موقف قاتلة تعتقد، والقتال مو مهمة المرأة، ومو فخر أنه الرجل يقاتل، يعني الحرب مو فخر. يعني إحنا تراثنا وتراث العالم كله بيفخر بالحرب والفارس والمحارب، ولا هذه ثقافة ذكورية، الحياة ما تحتاج حرب، الخير يكفي الجميع. يعني قلت لك المشكلة هي بالامتلاك، يعني رغبة الامتلاك عند الرجل. الرجل أناني، الرجل ليس يعني الذكورية اللي عنده ما تخلي معطاء. يعني أنت تتخيل أنه شخص يمارس مع امرأة أو يخلف من عندها طفل، ما راح يحس أكو هرمون يقول له أنت عندك طفل. يعني هو سافر مثلا مكان اخر ما شاف هذا الطفل، اذا المراه ما تقول له عندك طفل نهائيا ما راح يشعر بحب. فاذا لكن المراه مستحيل، يعني لما تكون عندها طفل هرموناتها يعني طبيعتها هي راح تخليها تحب هذا الطفل. بالتالي الحب هو يعني مصدر الام وليس الرجل، والرجل يتعلم الحب من المراه. يعني لو جبنا رجل وحطيناه بغابه بدون ما يشوف ام، ابدا ما راح يعرف يحب، ما راح يوصل للحب. الحب هو لغه الام، ويعني لذلك تشوف لما الشخص فاقد الام يكون قاسي، مثل محمد، هتلر، ستالين، صدام، هذول كلهم فقدوا امهاتهم او شافوا امهاتهم باوضاع مشينه. نرجع لسؤالك يعني يا جان، بس ذكرني به لان انا تفرعت به. خولة بنت الأزور. أي نعم، القتال مو مهمة المرأة. أنا ما أحب أشوف نساء بالمارينز، وما أحب أشوفهن يقاتل، شفتهن بالعراق يقاتلن. يعني شنو مصلحة المرأة تروح تقتل الناس يعني لأجل السلطة السياسية؟
والصين نفس الشيء، الجيش مالتها كله نساء، يعني هذا مو مهمة المرأة، والحرب ما لها داعي، يعني ما لها داعي الحرب إن وجدت بين الذكور وليس بين النساء. أي أمرأوية أمرأة ثانية إذا تختلف يمكن تشدها من شعرها وبعد شوية صالحة، ما عندهن هذا النفس الطويل في التملك وحب السلطة وحب السيطرة. شوف يعني المرأة خضعت للرجل كل هذه السنين لأنه هي ما عندها حب السلطة، يعني هي تسكت دائما على مود الأولاد، تقبل بإيش، يعني أنا واحدة من الناس رضيت بأشياء هي ضد ثقافتي وضد ضد كل أحلامي ضد كل الأماني. 20 سنة زواج رضيت بيها على مود أولادي، ما أقدر يعني أنا جبتهم ما أقدر أظل أسوي مشاكل وأخلي حياتهم تضطرب، فرضيت بكل شيء إلى وصلوا تقريبا بر الأمان على مود أطلق يعني أخلص من هذا العلاقة اللي بيها استعباد يعني كبير. فتكريم المرأة البارحة كنت أحكي عنه بحلقة ويا إسماعيل، وكانت عن شخصية محمد. يعني بس قل لي يعني التكريم شلون يصير لما المرأة تتحول إلى جسد، يعني يجيب واحد يزوج واحدة ويزوج الثانية والثالثة والرابعة وبإمكانه يمتلك نساء أخريات. يعني الشغلة مو شغلة تلقيح، يعني الشغلة إنسانية، يعني هذه المرأة مو مجرد ثور يصعد على بقرة ويجيبون عجل، العجل يعني راح ينذبح أو إذا أنثى راح تجيب عجل آخر، لكن هذه أسرة. يعني أنت لما تعطي الحق للرجل أنه يتزوج أكثر من واحدة، لا راح يشوف أولاده، لا يهتم بيهم. أنا عندي 3 أولاد تفرغت بس لتربيتهم زين، ولازم كل يوم الأب يكون موجود، ومعظم خلافاتي حول هذا الموضوع أنه لازم الأب يكون موجود، لازم يكون متابع. ونفس الشيء وجدت نفسي بعد كل النضال والكفاح ويا زوجي لقيت ضرة، يعني لقيت زوجي متزوج واحدة ثانية، ومو بس هذه، طلب من عندي انه اروح التقي بيها حتى على موافقتي، لانه بالقانون العراقي لازم اوافق قانون الاحوال المدنية، لازم اوافق على المرأة الثانية. فاني كامرأة يعني ما اقدر اوصف لك الشعور الاهانة، يعني خلي اي رجال يصفن، وهذا نفس الجواب اللي جاوبته زوجي في حينها، خلي بس يصور حجم الألم إذا عرف مرته تخونه مع رجل آخر، مو تتزوجه يعني وإنما تخونه، بس خلي يفكر بيها على مود يعرف الحب والعلاقة، يعني العلاقة أول مرة الروحية وبعدين الجسدية، لما تتوثق بين اثنين وخاصة عند المرأة اللي هي كلها عاطفة كلها حب، لما تتوثق يعني والرجل ينفض ايده منها بكل بساطه وروحي يبدلها كانما حسيت يعني قلع قميص ورماه، يعني انا بقيمه القميص غيرني وطلقت، يعني طلقت فتره ظلت مطلقه، والقصه طويله، بس منين اجت الجرأه لزوجي انه يتزوج علي؟ انا متزوجه شخص شيوعي، شخص مشارك بثورة آذار 1991، شخص محكوم بالإعدام زمن صدام، شخص ياما حكينا عن حرية المرأة، شخص فرض عليه الحجاب، شخص أهدر كل حقوقي بالزواج. منين جاب هذه الثقافة؟ جابها من كربلاء، من الشيعة، جابها من الإسلام. فشلون أعتبر الإسلام كرمني وأنا لابسة حجاب رغماً عني؟ أنا ما مقتنعة بالحجاب، هذا شعري مو سبب الإغراء ولا الأغواء. الوساخة اللي بدماغ الرجل، إحساسه بأنه المرأة هي الشهوة، هو اللي يخليه يعتدي على أعراض الآخرين، وكل ما تتغطى المرأة الرجل راح يزداد شوقاً إلها، وكل ما تتعرى راح يزهد بيها. يعني هنا النساء تمشي اليوم الجو حار، يعني شو اقول لك، يعني لابسين بس شويه هنا وشويه هنا، بس شيء يعني للمناخ، يعني
ويمكن بأوروبا حتى يعني بدأوا يستغنون عن كل الملابس، يعني وصلوا إلى مرحلة مو مثل هنا الشعب الأمريكي شعب محافظ. فرجعني على الموضوع اللي هو تكريم المرأة. تكريم المرأة، خلي أعطيك يعني المرأة مثلا منطقة يعني كانت متعبة طبعا، إنجاب الأطفال، تربيتهم، شغل البيت، فشيء منهك جدا. وكثير من الرجال هنا مثلا الدخل مالته قليل يعني مقارنة بزوجته، فتقول له أنت ألزم الأطفال، يعني هي شهادتها أو الاختصاص اللي ما أخذته تحصل به وظيفة الإنكم مالتها أعلى، فتقول له تقعد تربي الأولاد وأنا أشتغل. يحتار، ما يعرف يدبرها يعني، فشيء صعب جدا. تصور بالليل هذا يجي وهي تكون متعبة جدا ويطلب من عندها جنس، شنو إذا رفضت؟ يسموها ناشز، أي عصيان أو مناقشة لرأي الرجل أو رفض إله تعتبر ناشز، والناشز حكمها بالآية عضوهن أول مرة الوعظ وهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني هذا حل محمد للمرأة اللي ما تريد تمارس الجنس. مو بس هاي، الملائكة تقعد تلعنها للصبح. أنا بالنسبة لي أتمنى الملائكة ظلت تلعن بي وتعوف السجود لهذا الرب اللي صلت محمد علينا. يعني هذا الرب أنا مستغنية عن خدماته وعن ملائكته وعن لعناته وعن كل شيء. يعني فكيف يكون التكريم والمرأة ممكن أن تضرب من قبل أي رجل فقط لأنها هي يعني مطاعته؟ طيب ممكن يكون الرجل أقل ثقافة من عندها، أقل شهادة، أقل وعي. أنا أعرف طبيبة يعني طبيبة كل الشاطرة، وهي زوجة شخص، وأنا كنت باليمن، وزوجة شخص ما عنده وظيفة، يعني هي بس الزوجة، حتى مجتمع يعني اليمني صعب المرأة تعيش وحدها، فزوجتها بس حتى ستر يعني تحتمي به. في يوم من الأيام أنا وصلت إلى يعني كنت أموت، يعني كانت حالتي جدا صعبة وماكو إسعاف، ماكو خدمات باليمن. فزوجي راح لها قال لها تعالي، باعتبارها هي عراقية يعني، قال لها بس تعالي شوفي زوجتي راح تموت يعني ساعدينا، وما عندنا إمكانيات المستشفيات الخاصة. يعني إحنا مرتبنا نستلمه مرة واحدة بالسنة، معلم يعني معلم لغة فرنسية كان زوجي، وأني طبيبة بيطرية ما قدرت أشتغل نهائيا لأنه ما عندهم طب بيطري باليمن يعني، ولا عندهم فرجل فقط لأنه الأرياف كل الصعبة المرأة تروح تشتغل بيها. فيعني رفضت تجوية، وصور شنو السبب؟ قلت لزوجي مو موجود ولازم من أطلع أخذ إذنه، حرام علي أطلع بدون إذنه. قلت بس هذا شيء إنساني، يعني أنت ما رايحة بسوي شيء غلط، راح تنقذين حياة. قلت له مع ذلك مو بس هذا، أنا أعرف عائلة ابنهم كان بي سحاية، ويعني والأم المفروض تأخذ الدكتور بس هي كانت في فترة العدة، لازم ما تطلع، ما يشوفها أي ذكر، والذكر مواصفاته يقول لك إذا تجيب منخر مثقب وطفل يعني ذكر وتسأله تقول له حط هذا المي، اترس هذا المنخر، إذا أدرك إنه المنخر ما ينترس ما يصير تشوفه هاي المرأة. يعني لمجرد وعيه إنه المنخر لا يمتلئ بالماء، لمجرد ما عرفت هالحقيقة معناها هو راح يفهم إنه هاي أنثى ويصير له رغبة عليها. فممنوع يشوف أحد. الولد تمرض والسحاية مرض خطير، يسبب إذا ما يسبب الوفاة يسبب عوق حركي أو تخلف عقلي، يسبب حول بالعيون، يسبب شلل بالأرجل، يعني مرض جدا جدا خطير. ومع ذلك هي بقت لأنه ما تقدر تطلع، ما قدرت تأخذ للدكتور ومات ببساطة شديدة، مات الطفل لأن هي لازمة عدة، مع أنه هي امرأة كبيرة بالسن ومتوقفة عدها الدورة وماكو أي احتمال تحمل من شخص أو تمارس جنس ويا شخص، والمنطقة اللي هم قاعدين بيها
منطقة صغيرة اسمها طويريج، قريبة على كربلاء، يعني كلها ناس تعرف ناس، يعني ما ممكن انه تقام علاقة يعني بينها وبين اي شخص اخر. هذا التكريم، تكريم الاسلام، تكريم انه انا الدكتورة اتحجب رغما عني، انه ما اقدر اشتغل بالمناطق الريفية، لانه بالعراق يعني المناطق الريفية كلها تم تسيطر عليها من قبل داعش، وبالتالي انا قعدت بالبيت، وتعطلت حال العراق، تعطل حال العراق كله، لان الخلافة الاسلامية هي شي تريد. والتكريم انه النساء الشيعيات اللي عاشات بالمناطق القريبة على الموصل، الأزيديات، المسيحيات، تم تجريدهن من ثيابهن وعرضهن بالأسواق، تم اغتصابهن، كل واحدة يجيها 10 أو هذا تكريم الإسلام، لأنهن على دين آخر. مو بس هذا، تم قتل أولادهن أو أخوتهن أمام أعينهن، ولازم تخضع، يعني تخضع للشخص اللي يبيعها حتى تحافظ على حياتها. وهواية من عندهن يعني حاول أن يقفزن وماتن، ومن عندهن أعرف واحدة يعني نشر صورتها يزيدية جدا جميلة، حاولت تهرب، وواضح أنه هي لابسة ملابس عرس يعني جميلة جدا، حاولت تهرب من قبضة داعش وتم قتلها، ونشرت صورتها حزنا. أكو بنية يزيدية أحرقت نفسها بسبب جمالها حتى ما يرغبون بيها، وأيضا نشرت عنها منشور. هذا تكريم الإسلام. أكو مسلمين هسه راح يقولون هذا ليس من الإسلام في شيء، نعوف السنة، نروح على كربلاء والنجف. كربلاء والنجف المرأة عبارة عن ظلمة، يعني إذا السعودية تطلع العيون فبالنجف وكربلاء ماكو عيون، وبالنجف بشكل خاص الطفلة بس تمشي يلبسوها عباية، بس تمشي تلبس عباءة وتتحجب، رغم أنه حتى بالإسلام يقول أنه لما تبلغ يعني لما تظهر عليها علامة البلوغ. بس يعني هذا اللي يقولون، يعني كل واحد يكفر الثاني، أنه شيعة ما يمثلون الإسلام، سنة ما يمثلون الإسلام، كومة الطوائف يعني عندنا، حتى الشيعة نفسها بيها كومة الطوائف، يعني كل طائفة عندنا بالشيعة انتهت بإمام معين، اعتبروا هذا الإمام الأخير، يعني مثل الإسماعيلية يعني والزيدية، يعني هذول اعتبروا مثلا خلاص انقطع نسل الأئمة، لكن الاثنى عشرية واصلة سوونا 12 إمام، والإمام الاثنى عشر ما أعرف منين جابوه، يعني ان شاء الله ينقطع نسله وما يرجع نهائيا. هل 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 طيب انا بس بدي اذكر اصدقائي، انا ما بعرف السكايب هذيك المره ما فتحته مع الاخت ماجده، لانه بالفعل كان قصتها متشوق اسمع القصه، بس اليوم السكايب ما عم بفتح معي حتى اسوي ريستارت للكمبيوتر، واذا سويت ريستارت للكمبيوتر بدي تروح الحلقه، ف تعذروني اليوم كمان على السكايب. بس يا ريت تعليقاتكم تحطوها تحت الفيديو باليوتيوب حتى نقدر نقرا التعليقات والاسئله. طيب ماجدة، عندي سؤال اظن سؤالين على لا نكمل انه كيف تفضلي. نعم، الايه اللي تقول انه يدنينا من خمورهن على جيوبهن. الخمار هي المرأة تكون لابسة عمامة ويتدلى يعني هذا الخمار إلى خلف الظهر، يكون النحر والرقبة والصدر كله مكشوف. كانت يعني صدر المرأة ما يعتبر من الأشياء المغرية، يعني ما كان هالقد إلى دور جنسي، وهاي أنا أعرفها حقيقة بالريف عشتها، كانت المرأة يعني مضيف كامل موجود، وهي تكشف عن صدرها ترضع ابنها عادي، أي مرأة تطلع صدرها بأي مكان وترضع ابنها. هذا يخص الطفل، ما كان أي رجل يشتهي مرأة بسبب رضاعتها للطفل، ما كنت أشوف الأمهات يغطون صدورهم. نفس الشيء بالجاهلية كانت المرأة يعني معظم صدرها يطلع،
رادوا يخلون فرق انه ما تغتصب الحرة اللي هي زوجة فلان مثل الأمة اللي هي مشترية من سوق أو جاية عن طريق يعني غزوة. الفرق شنو هذا؟ رداء. طبعا الرداء يعني كل إمام، كل واحد، كل مفتي يتخيله شكل. هو المفروض لما يقول يدنينا من الخمار عجيب، تجيب هذا المتدلي من العمامة وتغطي بينا حرها صدرها، هي أصل رأسها مغطى مو لشيء. يعني هي لما راح تجيب هذا تغطيه راح تكون معروفة أنه هذا حرة. وقسم يقولون أنه تجيب رداء كامل يعني تحطه تغطي نفسها تماما بحيث ما تبين ملامح جسدها ويعرفون هذه زوجة فلان وهذه زوجة فلان. نفس الوقت كان عمر يقسو على أي أمة بتحاول تتخلص من الاغتصاب وتتشبه بالحرائر، يعني تلبس مثلهن. إذا شافها كان يجلدها يضربها بالصوت، يعني لأنه هي تحاول تتشبه بالحرائر. وهي طبعا يعني ما لها ذنب، يعني هم الذكور اختلفوا بيناتهم، النساء والأطفال صاروا سبايا تحولوا إلى عبيد، وهم أولاد قبائل همتين كانت حرائر وكانت إلهن عوائل. يعني هي لازم تنسى يعني الأمة أو الجارية، لازم تنسى أسرتها، تنسى زوجها. أحد الغزوات كان حوامل ننزل لهم آية حتى يمارسون وياهن، يعني هم نفسهم ما قبلت أنه يباشرون المتزوجات، خاصة هم يعرفون منو أزواجهم، فننزل لهم آية تبيح لهم أنه يمارسون الجنس. المهم بالموضوع أنه الحجاب، أولاً الكلمة انزاحت من معناها الأصل اللي هو يفصل بين شيئين وصارت على رأس المرأة، يعني على الرأس بالضبط، يعني لأنه النساء بالعراق يعني اللي يلبسن ملابس ضيقة، بنطلونات جينز وتيشيرت بادي، يعني يبرز كل جسمها، بس حاطت لها خرقة على رأسها. طيب هو شنو اللي يغري؟ يعني هو الجسد المجسد بكل شيء أم الغطاء اللي على الشعر؟ يعني أنا هنا بأمريكا قاطعت كل العراقيين المتشددين دينياً لأنه طلبوا من عندي أتحجب، وقلت للكل، قلت لهم أنا ما أؤمن بالحجاب لأنه حتى بالقرآن ما كنت شيء. يعني عندنا آية ثالثة هم تحكي عن الحجاب، ماكو إشارة للرأس، غطاء الرأس ماكو أصلاً، هن كان مغطيات رؤوسهن، وبالتالي هو الحجاب كان الغالب من عدة الستر، يعني ستر الصدر، هذا كل اللي كان مطلوب من النساء في ذلك الوقت. بس دائماً يعني رجال الدين في كل دين يعني إذا جت تعاليم يظلون يعني يجيبون معناها ما أعرف شلون يتلعبون به إلى أن يحولوها ضد المرأة. وهي مو قصدهم ضد المرأة بس، هم ضد المجتمع كله، لأن المجتمع يبدأ من المرأة. فإذا المرأة تسيطرت عليها وطفلها راح يكون تابع إليك، راح هو يربع الخضوع. ليش إحنا مدلنا نتغير؟ يعني ليش إحنا مدلنا نفتح؟ ليش مدلنا نصير مثل الشعوب الأخرى؟ لأن المرأة عندنا وعاء جنسي لرغبة الرجل، ما عندها فكر، ما عندها دماغ، ما عندها قرار، ما عندها حرية، محرومة من التعليم، محرومة من العمل، محرومة من كل شيء. وإذا سمح لها بالعمل فلأنه وضع المادي ما يسمح أنه يعيش وحده، يعني مو لأنه هو يؤمن بالمرأة. إذا هو بس يصير عنده فلوس يقول لها قعدي بالبيت، يعني أنا ما محتاج شغلك، يعني هو مجرد استخدام للمرأة لصالح الذكورية والسلطة الذكورية. أحكينا على الآية الثالثة اللي أنا مسجلتها يمك، الصوت. أسف. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدون زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن
أو آبائي أو آبائي بعولتهن النور 31. نعم هي هاي الأخيرة مو اللي اللي خاصة بال هذه بها يعني تحريم تحريم يعني لمن تظهر الزينة. الزينة طبعا خاف الناس يصورون إنه هي المكياج أو شيء، لا الزينة هي عبارة عن الأساور والخلخال هذه كانت لما تمشي المرأة يتحدث صوت نغمة يعني الرجل ينجذب لها. هذه الأساور لما تزين بها المرأة ما أعرف كانت تشكل لهم إثارة يعني ما أعرف ليش، لكن هنا كانوا يتكحلن، الكحل مستحب. أكو عندنا الديرم يسموه اللي هو خاص بتنظيف الأسنان بس يترك أثر على الشفة يعني يشبه أحمر الشفاه، هذا كان مستحب ما يعني ما مكروه. فالموضوع ده أحس به هو نفس الحصار اللي كان اللي تدرج عبر الحضارة الذكورية وبدأ يقسي يوم بعد يوم ضد المرأة. وحتى لما المرأة تتعرى أو يعطوها حرية العري فهو أيضا لصالح الزي يعني قصد الموضة الشركات الأزياء لصالح الأفلام الإباحية لصالح أي ممثلة يعني تظهر في فيلم جسدها هو ملك لصاحب الشركة ويتم تسويق أفلامها عبر جسدها وعبر الكشف عنه. الدول الرأسمالية نفس الشيء يعني تستخدم جسد المرأة، هي غربا وشرقا جسد المرأة مقصود يا أما بالتعرية يا أما بالتغطية، بالحالتين هذا مو قرارها، أنا ما أشوفه قرارها. يعني هواية بنات أشوفهم يعني يلبسون بس على مود يرضون الرجل، إرضاء الرجل شيء مهم في كل الحضارات وكل القوانين بتفاوت طبعا كبير، وهذا التفاوت اجى يعني اجى من نضال الاحزاب اليساريه، لان احنا نعرف كل الزين انه الرأسمالية ما بيها حقوق مرأة، ما بيها حقوق للطفل، ما بيها حقوق للاسره، ما بيها حقوق للانسان. نعرف كل الزين الرأسمالية من بدت كانت بالمناجم يعني تخلي الطفل بدون اكل على مود يضل حجمه صغير ويقدر يدخل للمنجم ويستخرج الذهب. ونعرف انه بالخمسينات المراه في انجلترا ما كانت تقدر تصوت، وعيد المراه العالمي هو لما النساء اضربن على مود يزيدن اجورهن وتم احراقهن داخل المعمل هنا بامريكا. الرأسماليه عمرها ما كانت مع الانسان، لكن الاحزاب اليساريه ناضلت لأجل حقوق الإنسان، وبسبب أيضاً وجود القوة المناوئة للرأسمالية هي القوة الاشتراكية كان لابد أن تظهر الرأسمالية بمستوى لائق بالحقوق اللي موجودة بالاشتراكية. وحقوق الاشتراكية رغم قسوتها يعني أنه تساوي كل الناس كل حسب حاجته كل حسب طاقته، يعني شقد ما تقدر تشتغل وتاخذ بس على قد حاجتك، يعني ذكي غبي انت لازم مصر غني يعني. فهاي احد اسباب سقوط الاشتراكيه، لان يقول لك اني اتعب او اني اذكى من غيري، ليش اخذ نفس السياره نفس البيت نفس شيء ما يتقبل الانسان والذكر بشكل خاص. ممكن الام المراه تقبل، لا بأس انا شو اسوي بسيارة كبيرة طويلة عريضة وأكو ناس تسكن الصفيح أطفال جوعانة. يعني لو يتيح للمرأة أن تختار الحياة وقراراتها راح تستغني عن البهرجة لصالح الطفل. فبالتالي أنا أعتبر كل اللي ممكن تذكرني شنو اللي وصلنا لهالموضوع، يعني هو الرأسمالية والاشتراكية يعني اي نعم انا اريد اقول انه اذا لقينا حقوق هنا لصالح المراه فهي بسبب نضال الاحزاب اليساريه الطويل، واني دا اشوفها بدت تتهاوى العنف شديد ضد المراه، نساء كثير كل 100 امراه في انجلترا اكو 4 نساء يقتلن من قبل الزوج.
يعني تخيل حجم العنف في بلد هادئ مثل بريطانيا ضد المرأة، وأكو حجم نفس الحجم من الاعتداء والاغتصاب وكل الإهانات في المجتمعات الرأسمالية هنا بأمريكا. يعني الإحصائيات مخيفة، يعني دار مداري كلهم معتدين على الأطفال، كلهم مغتصبين. أعرفهم بالشكل وبالصورة وبالاسم وألتقيهم بالشارع وأعرف أنه هذا ارتكب جريمة في كذا سنة. حسنت الرأسمالية أنه ما تكشف لك، يعني تقول لك يعني إحنا عندنا النساء، بتعترف بيها، بس المجتمعات الإسلامية لا تعترف بزنا المحارم، يعني لا تعطيك إحصائية عن زنا المحارم ولا عن اغتصاب الأب للبنت ولا عن الدياثة. يعني لما الأب يجبر بناته ويجبر زوجته على الدياثة، يعني ماكو إحصائية عنها، ماكو إحصائية عن كم امرأة تقتل لأجل جرائم الشرف، كم طفلة تزوج تحت يعني وهي لا زالت طفلة. هذا المجتمع المغطى اللي معفن من تحت هو هذا المجتمع الإسلامي اللي أنتج حجاب محمد وفصل النساء عن الرجال وتحويل المرأة إلى شيء ممكن الإنسان يسبيه ويشتريه ويبيعه. يعني ما أعرف شحشي بعد عن الحجاب أكثر، وأقول إنه يعني مشكلتنا بالحجاب هي أنه الرجل حيل الرجل يركز على الجزء المخفي، حيل يعني خيال الرجل دائما لما يشوف جزء ظاهر يظل يتخيل الباقي اللي مغطى، يعني هذا موجود عند الجميع. فالمشكلة انه حتى لما هي تلبس قصير هو هماتين يطلع يشوف الاكثر، هذا الشيء موجود بذات الرجل. طيب يعني هل الحل انه اهذب الرجل ام اغطي المرأة؟ يعني أنا أشوف الحل يعني أنه رجل يكون متفهم لحرية هذه المرأة في ارتداء، ما يعني اليوم حارة جدا، يعني أنا لابسة هاي الملابس ماكو ولا واحد يلبس هاي الملابس هنا، بس أنا والمحجبات. أنا ليش ما ألبسها؟ لأنه أنا تربيت على ستر الجسد، يعني أخجل ألبس شيء يعني مفتوح، رغم أنه كلش حارة، يعني حار قوي، بس أبقى لابسة بسبب تربيتي، رغم حديثي عن حريتي، يعني أنا حرة، أنا ما هكو أحد يجبرني ألبس هذا الملابس، بس أخجل. يعني أكو موروث، يعني وهذا الموروث اللي هذا الموروث يتحكم حتى بي، يعني أنا ما أقدر أتحرر من عنده، يعني صعب علي انه البس مثل ما تلبس الامريكيه، ما اقدر استوعبها. فاللي اريد اقوله انه الجسد تحول عندنا الى لعنه بسبب الحجاب. كل الاديان بدأت تتخلص من هاي خلينا نقول من هذا التراث القديم اللي في التاريخ القديم، وبدت المراه يعني تأخذ نصيبها من الحرية. ما أقول يعني تحررت بشكل كامل، لكنه مقارنة بوضع المرأة في الدول الإسلامية فهي لا، هنا جدا مرتاحة، تقدر تشتغل، تقدر تلبس اللي تريده، تقدر تتطلق بسهولة، تأخذ نص أملاك الرجل، يعني الدولة تعطيها نص اللي ملكه الرجل. القوانين هنا فيها كثير من الإنسانية اتجاه المرأة والطفل والعائلة، لكن لا وجود لأي قانون لصالح المرأة في قرآن محمد، لأنه قرآن قائم على شهوة الذكر، سلطة الذكر، وحتى الأسرة ما لها أي احترام ولا أكو. خلي واحد يجيب لي آية واحدة تعنى بشأن الأسرة، يعني عدا الميراث، يجيبوا لي الميراث، يعني هالميراث أيضا امتلاك وسلطة، وشون نوزع الميراث. وأيضا المرأة مغبونة به، وأنا أقترح أنه ليخلون المرأة يعني ضعف حظ الذكرين ضعف حظ الذكرين، لأنه العراق هسه وسوريا مليانة أرامل وأطفال، لما يجيها الورث
قليل يعني نص حق حق الذكر، وهي عندها أطفال وأيتام، يعني هذا أكبر ظلم. يعني هو المال لازم يقول للمرأة، لأن هي اللي راح تربي الطفل. الرجل ممكن يموت، ممكن يروح بحرب، كل الحروب المرأة هي تبقى مسؤولة عن الأطفال، فالمفروض قوانين الورث تتغير. يعني أنا منين ما أجيب الإسلام أشوفه ضدي أنا كإنسان، ضدي أنا كأنثى، من أنا طفلة ولحد هسه أنا أحس قوانين الإسلام ضدي، والحجاب واحد من عدها، وأتوجه لكل النساء يا نساء، موضوع أنه الحلوى المغطاة والحلوى المكشوفة، هاي القصة اللي منتشرة، أريد أقول لكم أنه أنتوا مو حلوى ولا أكل، والرجل أيضا ليس بذبابة. يعني تشبيه الإنسان بالحلوى والذبابة والذبابة ما تجي على المغطاة وتجي على المكشوفة، هذا المثل ما ينطبق على اللي تقولون أنتوا وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الإنسان ممكن يكون ذبابة، هو عنده عقل ويقدر يقرر أو يسيطر على شهواته، يقدر يعني أكو أمر هسه بالغض البصر، يعني لما حتى أجيب دليل أنه المرأة ما كانت مغطاة دائما، يعني هي بس على مود خروجها للخلاء، لما يطالب الرجل بأن يغض البصر، يعني ليش يغض البصر وهي مغطاة؟ يعني غير معناتها هي كانت كاشفة يعني عن نفسها. فإذن موضوع الحجاب كان لعلة، وهذه العلة يعني زالت، كل واحد عنده الحمام مالته ببيته. فأتمنى أنه كل امرأة تكون قادرة على اتخاذ أو لها حرية اتخاذ. أنا بتمنى مقتنعة. نعم. نتوقف الصوت شوي. طيب ننتقل للتعليقات، إذا أصل التعليقات ولا؟ نعم خلاص أنا أنتظر الأسئلة. نعم. طيب في صديق اسمه عماد أو أحمد. نعم. بصراحة يعني آخر تعليق بس أنا بدأ فيه. تعتمدون أسلوب الصدمة في مع ألفاظ أحيانا تكون خارجة وجارحة تسيء لكم أولا، ولا داعي في إدراجها في السياق. نحن كقرآنيون لا نلومكم، أنتم أحرار في مسألة المعتقد، مع كامل الاحترام والتقدير والمحبة، وتحيتي لك دكتورة ماجدة. نعم. بس هون إنه اللي بدي أعلق تعليق بسيط، إنه نعم الألفاظ خارجة وجارحة، وأنت هو قرآني، يعني يا أخي طيب نحن شو الألفاظ الجارحة والخارجة؟ وبصراحة كثير ناس بعثوا لي إنه لا تشتم الإله، وأنا لا أشتم الإله ولا أسب أحد، يعني أنا أقول الحقيقة، عندما أقول محمد كذاب معناته محمد ما قال الحقيقة، وأنا لو أعتبره صادق كان آمنت فيه، يعني بكل بساطة كان آمنت بمحمد لو أنا أعتبره صادق. يا أخي جان، حتى لو إحنا خرجت من عندنا ألفاظ يعني سيئة، يعني خلي قارنوها بالقتل. لا اللي قارنها هو قرآني، خلي قارنها بألفاظ القرآن اللي شبهنا بالخبيث. والقرآن مليان شتائم. كله شتائم القرآن، يعني على شو أنتوا عم تتحدثوا؟ يعني حتى قرآنيين ما نكون جماعة أبو حريرة يعني. تفضلي مجد، بس بدي تعليلي على هالموضوع هذا. اي هو يعني انا اريد اقول انه احنا ما مضطرين يعني نطلع، يعني جان ما مضطر يطلع على اليوتيوب، ولا انا مضطره اطلع على اليوتيوب، لو كان في حريه في بلداننا انه نعلن افكارنا، او انه انا البس اللي اريده، او انه اؤمن او لا اؤمن. يعني انا كنت مجبره على التظاهر بالصوم، يعني شنو الثواب؟ يعني لما أنا مجبرة أقول صائمة، خايفة على زوجي وخايفة على أهلي لا يقولون هذولا مو صائمين، ألبس أسود لازم في يوم مقتل الحسين، 40 يوم المرأة لازم تلبس أسود،
لأنه العائلة تتعرض إلى اضطهاد كبير. إذا يعني أنا أتذكر جيدا امرأة كانت يعني أسرتني، يعني قالت لي سرها، يعني كنت أودي ابني المدرسة بحي العامل سنة 2005، قالت لي يا أختي أنا ما عندي بس جبة واحدة وحجاب واحد، أنا فقيرة، عندها جبة خضراء وحجاب نفس اللون يعني. قالت لي وإجا محرم، ومحرم يفرضون علي أنه ألبس أسود وأنا ما عندي، فأني كنت لابسة يعني ألوان. قلت لها أنا باكر جاية للمدرسة وراح مو بس ألبس ألوان مبهجة، راح أخلي مكياج زين حتى لا تحسين أنه أنت وحيدة. طلعت ثاني يوم أنا حاطة مكياج في نص محرم، يعني كان هو تحدي كبير وكان ممكن أتعرض للقتل. يعني تصور ما عندي حتى، يعني المرأة ما عندها حتى خيار أنه ما تحزن على الحسين. يا أخي الحسين لازم يموت، يعني إذا انقتل وإذا بقى عايش مستحيل يعيش 1400 سنة، يعني كل الأحوال كان يموت. فأني أريد أرد على هذا الشخص علق علينا القرآني، سواء أنت قرآني أو تؤمن بالأحاديث أو ما أعرف شنو، أنت من نفس الملة، يعني أنت مو أفضل من غيرك، أنت تؤمن بدين يجرد الإنسان من كل حقوقه، دين يجبر الآخرين على اتباعه، هو ليس بخيار، هو ليس عن إيمان، وإنما على ختم الأدمغة بالجهل والاستمرار بتجهيلها. ولو كان يعني أنا بالنسبة إلي لو كان عندي قدرة على لفظ ألفاظ سيئة كان قلتها، بس أنا ما أقدر يعني تربيتي ما تسمح أقول كلام هواي يسبوني ويتعرضون العرضي، يعني يقذفون عرضي ويحجون علي حكي، يعني حكي جدا سيء سواء بالرسائل أو على اليوتيوب وكل مكان، بس مجرد أنا أنطي رأيي يابا أنا كافرة، يعني ملكم علاقة بي، أنا كافرة وحرة، يعني الله ليش خالق نار غير حتى يحطنا بيها؟ خلاص أنا من أهل النار، ما يعطوني الحق، يعني يعتدون علي بالكلام. فأتوجه للأخ أقول له شوف الفيديوهات مالته، شوف كمية الشتائم سواء كان بالبط الأسود أو هنا، شوف حجم هنا يمكن أنت عندك جان ما شفت شتائم كثيرة، لكن بالبط الأسود أنا يعني نسبيت بشكل مريض، يعني ناس مهووسة يعني بالألفاظ السيئة. وما أعتقد إحنا قلنا شيء سيء لأحد، أنا قلت وجهة نظري وجان قال وجهة نظره، وإذا كانوا المسلمين سابقا ولاحقا سيئين فهم سيئين وراح يظلون سيئين طول ما هذا دينهم، وما عندي كلام آخر، يعني ما أريد لا راح أعتذر ولا راح أنا هذا رأيي، يعني هذا مو إساءة، هذه حقيقة. بكل تأكيد ماجدة، وما في داعي للاعتذار، خلي ربنا يعتذر أول شيء منا نحن اللي وصفنا بكل أنواع الشتائم هي الرزيلة للأسف الشديد، واحد أقل ما يقول عنا منحطة يعني. فنحن إذا طلعت منا كلمة من هون كلمة من هون بغضب وبشيء يعتبروها جريمة لا تغتفر، وأنتوا المجرمين الحقيقيين، أنتوا الإرهابيين، كنتوا قرآنيين ولا كنتوا شو ما كنتوا تكونوا أنتوا المجرمين. من يؤمن بحرف دون من القرآن لا بد يكون مجرم، حتى يعني أنا أشوف الناس اللي معتدلة وتقول هذا ليس من الإسلام في شيء، فقط لأنهم هم قارين القرآن وما قارين أحاديث بشكل جيد، هم جايبين أخلاقهم وتربيتهم وضافوها للقرآن، بس القرآن ما يحتوي هاي الأخلاق ولا الأحاديث. نعم. طيب في سؤال عن المفتي عبد الله وخليفة الرسول. تمام. دعمول دين سخيف وفكرة أسخف أن تؤمن بأن خالق الكون ينزل آيات بسبب منكوحات محمد، هذا شيء مليون بالمية أصادقك عليه. في سؤال من نيول بيقول سؤال السيدة ماجدة، ممكن تسجيلي لماذا بعض المسيحيين يعتبرون عيسى هو الله؟ تفضلي. هذه دارت عليها يعني واحد يقدر يقرأ التاريخ المسيحي
ونعرف احنا اكو بروستانت وكاثوليك وارثوذكس وبيهم اكو بيهم النصارى اللي كانوا عايشين بالصحراء اللي كانوا يؤمنون انه هو مجرد نبي، بس صارت خلافات يعني بالكنيسة، خلافات كبيرة حول من تكون العذراء، من يكون الله، من يكون عيسى. يعني ناس تعتبره هو الله ونزل في هيئة رجل، ناس تعتبره هو يعني الله يعني جسد قراره أو إرادته في هذا الشخص. دارت حروب، راحت ضحيتها ملايين من الناس، بس حتى يعرفون إذا عيسى كان بشر لو الله لو شنو بالضبط. فهم اعتبارهم لعيسى يعني أن يكون الله هو جزء من الفكر الذكوري، وهو فعلا يعني هو فعلا كل الأديان اللي جتي هي جتي لخدمة الذكر ولتمكين الذكر من السلطة بكل أنواعها، السلطة السياسية الاقتصادية والدينية. فشيء طبيعي يعتبروا الله، يعني هو أكو من عندهم يقولون إنه الله ممتد عبر الوجود، يعني هاي الصوفية، يعني هو الله ممتد داخل الشجرة، داخل الإنسان، داخل كل شيء موجود على الأرض. هو مو بس الأرض، الكون كله هو متمدد موجود داخل الأشياء وليس فوقها، يعني ليس في السماء، هو داخلنا. يعني هاي لما يقول أقرب من حبل الوريد، معناها الله بداخلي، يعني ادعوني أستجب لكم فأنا أقرب من حبل الوريد، يعني بس أنا هواية دعيته يعني وما استجاب نهائيا يعني. فهاي أحد هاي أول سبب الحدبية، أنه هو لا سمعني ولا لبالي أي شيء، يعني يكون هرب من حبل الوريد يعني، وانت ما لك خبر، ما لقطي والله احتمال يعني. المهم الموضوع أنه الله يعني يتكلم بصوت عن طريق الأنبياء، يعني هذه حالة تكررت عدة مرات. دائما أكو رجل يتصور أنه الله وكله على مود يقوم بمهمة نقل رسالة من السماء إلى الآخرين. ونفس الشيء الكهنة اللي كانوا عند اللات والعزة أيضا كانوا يعتقدون أنهم مكلفين ينطقون هذا الحجر، يعني كان واحد يوقف يم اللات ويقعد يقول مثل كهيعص ويجيب كلمات نفسها اللي يقولها محمد، هي من ضمن خلينا نقول من ضمن الكليشة أو من ضمن السيستم، إنه لازم تطي حروف وكلمات غريبة قبل ما تبدي باستنطاق الحجر أو الإله اللات والعزة ومنات وهبل، لازم تقولها. نفس الشيء محمد أيضا يعتبر نفسه جزء من جسد الله، جزء من هذا الكون، وهو يتكلم باسم الله. هواي ناس يؤمنون انه هو هيجي، من ضمنهم الحلاج، يعني قتل وصلب لانه قال ما في الجبة الا الحق، يعني اني الله والله متمثل بي يعني. وهذه فكرة حلوة، يعني انه احنا كلنا آلهة انفسنا، المفروض ارادتنا هي اللي تحكم وليس إرادة أحد آخر، سواء كان نبي أو راب أو إحنا بهاي الحياة مرة واحدة، ولازم تكون خيارات خياراتنا، أو لأنه ما راح تتكرر مرة ثانية، ماكو حياة أخرى بعد. نعم، بكل تأكيد، بكل تأكيد ماجدة. طيب، في الأخ علي عم بيقول عزيزتي ماجدة، شعرك لا يثيرني، شخصيتك وثقافتك وموتاتك وعفويتك هي التي تثيرني، لا أعرف من هو الحمار الذي جعل من الشعر مصدر لكل الإغراءات، وبالتالي أصبح من التابو، يعني من المحرمات. أنا أعتقد تقطيع رأس المرأة هو إلغاء لدماغها، يعني ما عند أشوف يعني أكو فت حرب ضد الرأس، يعني رأسي أما يتغطى كله، أو يعني حتى ماكو مشكلة في هواية دول يعني إنه يكون الجسد مبين يعني ما مدثر، بس الرأس لازم يتغطى. يعني بالعراق هواية نساء يحطن إيشارب مفتوح، يعني صدرها طالع، لابسة نصردن، تنورتها قصيرة، بس لازم أكو شيء على رأسها.
هذه أنا أعتقد هي لإشارة يعني تحولت مرور الزمن إلى إلغاء دماغ المرأة، وأصبحت أنا أعتبرها رمز لإلغاء وجود المرأة كله، لأن يعني إنسان هو هويته هو راسه، يعني هذا هو اللي يقطع، والمرأة مقطوعة الرأس بالحجاب الإسلامي والحجاب اليهودي والحجاب المسيحي، وكل حجاب إجى بالكون هو قطع لدماغ المرأة وليس لشيء آخر. نعم. وكل تفكير غيبي، كل تفكير غيبي. طيب نعم. في سؤال من أظن أرينا. طيب في هاي واحد مسلم عم بيقول اسمه مسلم في البار. عم بيقول المرأة بنقابها كالدرة المكنونة، شو بتقولي له؟ يعني بعد كل هذا الكلام وهو يعتبرها درة مكنونة، هو هم درة مكنونة، هو أيضا عنده أشياء أثير المرأة، وهو لازم يتغطى. إذا يتصور أنه الحل هو بالغطاء، فأني ألزم كل مسلم أنه يلبس رداء الرسول. إذا إحنا ملزمات نلبس مثل عائشة، فكل مسلم لازم يلبس مثل الرسول والفاروق، يعني عمامة وجبة، رداء الصحراء. أما أنت تلبس براحتك وتتغير مع الموضة وتحط لي جل بشعرك وتحط لي تسريحة، وأنا اللي لازم أتحجب وأكون درة مكنونة، أنا الدرة مكنونة غصبا عن أي رجل. أنا اللي أملك خياراتي، أنا اللي أملك عواطفي، أنا اللي أقرر مصيري. احترام النفسي والذاتي والجسدي والكياني والوجودي ما أفرط به لو مهما يكون الرجل، لا أمام العاطفة أفرط به، ولا أمام الرغبة الجنسية، ولا أي شيء. مستحيل شيء يعني رجل ينال من عندي شيء وهو ما داخل قناعاتي. الإرادة هي اللي تخلي المرأة درة مكنونة. الحرية، التجربة اللي عشتها بحياتي هي اللي خلتني أوصل إلى هذه القوة. الدرة المكنونة، المرأة الخبيئة داخل البيت وبالخدر، وامرأة عديمة الخبرة، عديمة التجربة، من كل شيء عديمة التجربة، هي لا تعرف ما هو المجتمع ولا كيف الأحوال، ولا يمكن أن يحاورها رجل، لأن هي كائن مختلف وتعيش بعالمها الخاص. وبعدين كلمة درة مكنونة أنا ما تكرمني، يعني أنا إنسان، أنا أمتلك الدرة، ممكن أشتريها أصنعها، لكن ما أريد أتحول إلها، ما أريد أتحول إلى الدرة المكنونة. وإذا كانت الدرة المكنونة عند الرجل أغلى من المرأة اللي عندها إرادة وحرية، فأني هذا الرجل في غنى عنه، يعني هو وأفكاره، يعني ما يعني لي، يعني ما أتوقع بالضبط. ماجدة، يعني المسألة ما هي مسألة ملكة، واللي بسميها ملكة، اللي بسميها درة مكنونة، اللي بسميها حلوة. يا جماعة نحن بشر، في أنثى وفي ذكر، يعني هذا شنو الغلط يعني لما المرأة تلبس يعني فشي تشعر أنها هي جميلة، والشاب يلبس شيء يعني يعجب النساء؟ يعني هذا الانجذاب بين الذكر والأنثى هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي يعني. أما أنتوا تخلون المرأة تتغطى ويجي الزوج بليلة العرس هو بس اللي يشوفها، هذه كذبة تكذبون بها على نفسكم. هسه ماكو بنية ما شافت أفلام جنسية، ماكو بنية ما تعرف شنو الجنس، ماكو درة مكنونة. هاي الدرة المكنونة بخيالكم، خلاص انتهت هاي الدرة المكنونة، والمرأة اللي مثل القطة المغمضة وما أعرف إيش هذا الحكي. التكنولوجيا دخلت دياركم وحطمت كل أخلاقكم، وأنتوا أول الناس المستهلكين وأكثر المستهلكين للأفلام الإباحية. أي درة مكنونة يعني؟ ماجدة، اللي بي بي يعني بيحير العقل إنه بيريدوا إنه المرأة بدون شهوة، ما تكون لها شهوة نهائية، ما تكون مرأة أصلاً، يعني بدهم إياها المرأة تتحول لرجل. بس تعرف هي يعني هرمونياً فسيولوجياً شهوة المرأة أكثر من شهوة الرجل، لأن بكل الإناث حتى الإنسان من ضمنها المرأة هي اللي تستدعي الرجل. الخطأ اللي وقع به الإنسان إنه اغتصب حقها،
بأنه تختار وقت الممارسة. أي أنثى، أي أنثى، الأبقار، الأسود، أي أنثى موجودة، وأني طبيبة بيطرية وأعرف، هي اللي تقرر وقت الجماع. الذكر ما يجي صوبها ولا يقدر يمسها إذا ما تكون هي مستعدة وفي حالة إباضة. يعني الموضوع موضوع تكاثر، اتطور عند الإنسان إلى العشق والحب وأنتج، هذا شيء جميل، بس مو معناته إحنا نتحول إلى مجرد هذه الغريزة. يعني ما يصير أنت تمنع إنسان من الحب ومن الفرح، من الموسيقى، من الرسم، من التمثيل، من الرقص، من كل شيء، كل أنواع التعابير، يعني عن وجودك تمنعه لأنه يمكن أكو رجل غبي ويظن أنه هذه المرأة عبارة عن شهوة وجسد. هذا الرجل معتوه، هذا الرجل اختصر الكون بشهوة، يعني هذا ما يصير انتبعه. الإنسان كبير، الإنسان عنده مواهب، عنده قدرات، أصلا من كثر الأشياء اللي يستمتع بها الإنسان الغربي، والله نادر ما يفكر بالجنس. والله أنا رحت كم مرة الدكتورة، يعني تقعد تلقي لي محاضرة عن أهمية الجنس ولازم تمارسين جنس ولازم، كل مرة يعني وأقول لها دكتورة أنا يعني بيطرية أعرف أهمية الجنس، لأنه هنا ماكو إقبال لا على الإنجاب ولا على الممارسة الجنسية بسبب الإشباع. إنسان مشبع، مشبع، مشبع من المرأة، المرأة مشبعة من الرجل. المرأة ما متهالكة، يعني مو تروح يعني مثل المرأة الشرقية، يعني أي واحد يغمز لها يعطيها رسالة يخدعها بكلمة روحي يا ضحية إله. هنا المرأة قوية، يعني ما يقدر يقترب منها إذا ما يكون مؤدب، إذا ما يجيب لها زهور، يمكن يظل سنة لو يحظى من عندها قبلة أو ما يحظى، واحتمال يظل يعزمها ويروح يقول يعني يسموه فنجان قهوة ومواعدة وكل شيء ما يحصل. فهذا ليش؟ لأن المرأة هنا لها إرادة وما عندها ولي أمر هو يختار لها، هي عندها تجربة وخبرة، يعني تعرف الرجل، تعرف هذا اللي قدامها هل هو سيء أم أنا ما أقول ما عندهن أخطاء، تخطئ المرأة ويخطئ الرجل، كل البشر يخطئون، بس هذا ما مبرر أنه نحبسهم ونلبسهم ملابس. هذا راح يؤدي إلى كوارث أكبر، يؤدي إلى كبت، يؤدي إلى أمراض نفسية، وإحنا هاي الأمة الإسلامية جاي نعاني من هاي الأمراض، الاغتصاب والاعتداء على المحارم وتبادل الزوجات عندنا أفظع بكثير ومنتشر أكثر من أمريكا. والله ما شفت بأمريكا تبادل الزوجات غير مرة واحدة، بس ادخلوا على أي موقع جنسي بالدول العربية شوفوا حجم التبادل الزوجات شكبرة. يعني فلا تقولوا لي بعد الدرة المكنونة، زمن الدرة المكنونة انتهى بمجيء محمد، وما أعتقد يعني ما أعتقد بقى الدرة مكنونة يعني. يعني هن ما بعرف فاح شو يسميه، بيقتلوا القتيل بيمشوا بجنازته، يعني هي العلامة المميزة اللي عند المسلمين. بصراحة هلا نحن عم نحكي، أنا حاولت أدخل على حسابي بالفيسبوك مشان أشوف إذا في تعليقات، فلقيت حسابي بالفيسبوك سكروه كمان مرة ثانية. صحتين ولا يهمكم. يعني بهالمناسبة هي ماجدة، ومناسبة إنه نحن الطلاب شهرة، يا ريت تعطيني، خليني أحكي. تفضل. أولاً أني قبل ما أطلع بالبرنامج مالتك، أني كل همي إنه أكتب الشعر وأنشره. ثقافتي يعني أنا ما متخصصة بالدين، ما متخصصة، لكن ثقافتي عامة، أنتجت عندي قدرة على الرؤية، يعني أصبحت عندي آراء بسبب العمر والخبرة وبسبب القراءات، والقراءات هذه متعددة، يعني أقرأ للمسلمين المتعصبين وأقرأ للفلاسفة الغربيين، يعني أقرأ كل الأفكار وأنتقي من عندها اللي أريده. فأنا مشهورة ككاتبة، مشهورة كشاعرة، معروفة إلى حد ما بالوطن العربي. قد يكون عدم شهرتي يعني بسبب كل الاضطرابات اللي صارت والحروب اللي مر بيها العراق، يعني كل الناس اللي بعمري ما أخذوا حظهم من الشهرة،
لأنه حرب بعد حرب بعد حرب، وإحنا مهجرين في شتى أنحاء العالم. كل كتاب العراق هم ما يلتقون، ما تجمعهم رابطة، ماكو مؤتمر بسبب ظروف الحياة القاسية، وبالتالي كلنا ما حظينا بشهرة. فلعل الشخص اللي ما يعرفني، أنت شاعر يا جان، يعني ظهرت بهالبرنامج، أنت المفروض يعني لو كان في حرية تعبير وما مجبر على الدين الإسلامي وما كانت كوارث سوريا والعراق تصير، أنت كان ممكن تكتفي بتكون كونك شاعر. يعني ما نهم اكتفي بكوني شاعر أو قاصة ودا أتجه للرواية، شو مدخلني بهذا الموضوع؟ يعني طول عمري أشوف أمي تصلي، بس ما تهددني، ما تقول لي أنت راح تنحطين بالنار لأنه ما صليتي، لأنه ما محجبة. كنا نلبس قصير، نلبس بدون أكمام، ابن الشارع يوطي راسه، يعني ابن الجيران اللي بحارتنا يوطي راسه يعني إذا شافني يحميني. كانت هناك أخلاق. الدين السياسي، الإسلام السياسي اللي أنا ضده، يعني أنا ما ضد الإنسان اللي يصلي ويصوم يعني وبس، ما يعني هسه واحد يريد يحط كرسي ويعبده يعني شيء ما يهددني يعني، لكن الإسلام يهدد وجودي، أنا أنقتل إذا ملحدة. ما يعني ماكو إنسان بالعراق يجرؤ على الجهر بإلحاده، ولا بمصر ولا بأي مكان يعني، وإذا حدث فيتبهدل ويعيش حياة صعبة جدا. فأين الشهرة بالموضوع؟ يعني ممكن أي شخص متعصب يقتلني، أو يقتل جان، أو يقتل إسماعيل، يقتل سامي الذيب. نحن معرضين للقتل، إحنا دا نطلع بجرأة كبيرة، ملايين من الناس تؤمن بنفس أفكارنا وما تجرؤ تطلع لأن تخاف. والباحث كنت تحكي إسماعيل بالبط الأسود، قال ليش يعني ماكو ناس مثل الشيحشون؟ بصراحة قلت لأن يخافون. يعني هاي فاطمة ناعوت قالت مصر العيد كله ذبح خرفان، بهدلوها وحكموها بالسجن، وهسه اضطرت تعتذر. يعني تراجعت عن كل كلامها، وقريت لها تصريح تقول الملحد والإنسان اللي ما يؤمن هو شخص ناقص إيمان. يعني هذا كلام ما تقوله امرأة واعية. طبعا أكيد أكيد أنا لو عندي إيمان بالله ما كان ألحد، يعني ما شيء بديهي، مو تصريح هذا ولا تبرير. فإذا المرأة ارتدت عن تصريحاته لأنه هددت، أكيد هددت، وأنا أعذرها ربما هددت بأولادها بأسرتها. يعني هي هاي المشكلة، يعني لو أنا بس أنا قتلوني ما عندي مشكلة، لكن بالعراق يقتلون العائلة كلها، يعني بأي مكان إسلامي الكل يتهدد. أنا أختي تهجرت من بيت لبيت لأن هي شيعية وأولادها سنة، يعني لا الشيعة يقبلون بيها ولا السنة يقبلون بيها. شنو اللي قادنا لهذا؟ شنو كان السؤال؟ أو الشهرة بصراحة مثل ما قلت، الشهرة يعني شنو شهرتي أنا هسه؟ شنو شهرتي أنا قاعدة نسب ونشتم؟ يعني أعتقد لو أقعد أسوي برنامج طبخ وأضحك عليكم بأي قناة، أو ألبس حجاب وأقعد أطلع لكم فتاوى كاذبة وكلهن حاطات ميك اب بوجههن وقعدن يسوون فتاوى ولابسات لي هذا الحجاب، وهي يختاروها جميلة. طبعا ما شفت واحدة قبيحة تطلع بالقنوات الدينية، قاعدة تكون في منتهى الجمال وقاعدة تطلع فتاوى وعدها مكياج وعدها تعتبر نفسها يعني هي متدينة. أنا بإمكاني أشتهر مثل ذولا، ذولا محققين أرباح، ذولا يأخذون مرتبات. أنا ولا أنا أخذ مرتب، يعني اللي يريد يشتهر خليه يشتهر في شيء يعني يجيب فلوس. بالضبط يعني حكينا امبارحة فيها مع الأخ دانيال، يعني بالفعل يعني شو الشهرة؟ شهرة أنا لو أنا وضعي أنا لازم أكون شاعر، يعني من كل أسبوع بمحافظة بدولة عندي أمسية شعرية معجبين وكتب عم تصدر لي ودواوين. بصراحة عندي هلا 3 دواوين بدي أصدرها، ما معي فلوس أصدر الدواوين تبعاتي يعني، وما بعرف أي دولة ده تسمع أصلا بالنشر عندهم،
اقتنعوا. يعني وين يعني حتى لو سويتها يا جان يعني منو راح يقرا؟ يعني الشعب ملتهي بابن تيميه وعمر وعلي وعايشين بالماضي. واكل الشعير للاسف الشديد ملتهين باشياء تافهه، ملتهين بخزعبلات. يعني امه تشرب بول البعير وتعتبر انتي بايوتيك، هذه اغسل ايدك من عندها. يعني خلاص انتهى التعليق. أمها المقدس مقدساتها السرير. نعم. وقمة العلم لديهم التداوي ببول البعير وبحبة السمك بحبة البركة ودعاء السمكة وذروة الشرف لديهم إرضاع الكبير. أنا بصراحة هي مقطوعة ثلاث أربع أبيات من قصيدة كانت كاتبة لأختي بصراحة. نعم. ماجدة نحن بنعرفك شاعرة. نعم. أنا حكيت بالموضوع الحلقة الماضية، بعد الحلقة حكيت معك عشان تلقي لنا قصيدة. ما بعرف إذا عندك استعداد ولا ما عندك استعداد ولا هسه بالوقت الحالي أنا كنت لابسة نظارة بس تحركت ما أعرف وين حطيت النظارة. فليش قلت لك اقرأ الآيات؟ لأنه ما قاعد أقدر أشوف، لازم النظارة. فبإمكاني ببساطة أدخل على ملفات الشعر وأقرأ، بس إذا تسمح لي يعني بوقت آخر. ولا يهمك ولا يهمك. على كل حال حلقاتنا كثيرة راح تجي. نعم. يعني الشعر لازم نسمعه، وهو يعني الشعر مثل ما بيقولوا مريح للشاعر اللي بيطالع اللي جواته بصراحة. يعني هو مريح لكل الناس، هو نوع من أنواع التعبير عن الإنسانية، عن كل مشاكلنا يعني، وهو أيضا محرم بالمناسبة. الشعراء يتبعهم الغاوون. للأسف الشديد، للأسف الشديد. يعني هو الإسلام ما عاف شيء حلو إلا حرمه، لأنه هو دين غير يعني الحياة، هو ضد الحياة، هو حرم الحياة. في خير في شر، الإسلام هو الشر، شئنا وأبينا هو ضد الحياة. الخير شو الخير؟ الخير الموسيقى، الضحكة الحلوة، المواهب اللي ندخل، احترام الناس، احترام نساء الآخرين. يعني كل مرة عندها أب وأخ، يعني إذا ما تحترمها لأن أنت تحتقر المرأة، فعلى الأقل احترم أهلها اللي هم مثلك بعينه. يعني هذا هو مش اكو مشاكل بين الذكور. يعني هم يعني لو واحد نظر لزوجته يعتبر اخذ منها قطعه، يعني قضمه اخذ من عندها. فهي مشاكل بين الذكور، الحروب والسلطه ولها. واحنا يعني انا اعتبر احنا مجرد ضحايا، احنا والاطفال. وانت يا جان انت ضحيه للسلطه الذكوريه، يعني نفس الشيء. رجل كلنا ضحايا، يعني كلاتنا ضحايا. يعني حتى الرجل هو ذات نفسه حاليا ضحية. يعني المرأة المتحررة، هلا خلينا نقول المرأة المتحررة، خلينا ناخذ المرأة الأوروبية مثلا متحررة، بالتالي الرجل متحرر. يعني لو كانت المرأة مقيدة هو راح يكون مقيد. يعني ولأن هو يتربى يشوف أمها تشتغل وتلبس اللي تريده وعندها إرادة وعندها خيار وعندها، بالتالي هو راح ينشأ يحترم المرأة، يحترم أمه يعني. بس اللي يشوف أمه منكسرة يطلع ضعيف ومهزوم من داخل بيته، ومهزوم من طفولته، مهزوم. بالضبط. نعم. هذا اللي صاير فينا، هذا يعني لأنه نحن بالفعل مهزومين من الداخل ومقموعين من الداخل. ما بتشوفي حتى الإبداعات، ما عندنا إبداعات. يعني ما في فرجيني فيلسوف خلينا نقول شرقي مثلا عنده الإبداع. يحتاج يا جان، الإبداع يحتاج إلى حرية. يعني أكثر واحدة برعت في إلقاء المحاضرات عن علاقة الإبداع بالحرية هي دكتورة نوال السعداوي، وتستدعى من مختلف أنحاء العالم لأن هي ضليعة بهذا الموضوع ومتبحرة به. مستحيل يكون اكو ابداع وانت من طفولتك يحكمك العيب والحرام، مستحيل. طبعا. نعم. طب انا بتشكر كثير اختي ماجدة على هاللقاء الرائع بصراحه، وبعتذر اعتذار شديد لاصدقائنا. يعني انا اللابتوب عندي يعني كثير صاير وما
المفروض كان علي انه اسوي ريستارت للكمبيوتر قبل ما ابدا الحلقه ونسيتها، وانا بعتذر كثير اشد الاعتذار. وانا يعني مثل ما بقولوا اوعدكم الحلقه الجايه مع ماجد اكيد تكون السكايب ما فيه اي مشاكل. مو بس هاي، ممكن هاي الاسئله اللي انطرحت اليوم نعمل عليها حلقه، لو في حاجه يعني احنا ما تكلمنا عنها اجمع الاسئله اللي وصلتك على السكايب وناقشها ونعمل عليها حلقه، ما في مشكله. هو الشيء الجميل بالسكايب ماجده هي مو انه الاسئله، نعم هو التواصل، يتكلمون يعني الاصدقاء بيحكوا بصوتهم فبنسمعهم وبيسمعونا، نعم هذا الجميل فيه يعني بالسكايب. لذلك انا بحب اشعل السكايب صراحه واسف كثير لهالحلقه هاي. طب كلمه اخيره بتحبي توجهيها بهالحلقه هاي عن الحجاب عن المراه، وشو بتقولي للمراه الشرقيه اخواتنا امهاتنا الموجودين؟ اريد اقول لكل امراه انه تتصور انه رغبة الرجل أو الطهر والعفاف مرهون بخرقة تضعها أو بملابس، فهذا خطأ. الطهر والعفاف هو موجود في الأخلاق، قبل كل شيء هو احترام الإنسان، حرية الإنسان المقابل، تحترم حريته بالحياة، حقوقه، كل شيء، ويكون في قانون يطبق أو يلزم الجميع باحترام هاي الحقوق، كل مرأة راح تكون محمية، ماكو أحد راح يتحرش بيها بالشارع ولاكو أحد راح ينظر لها مهما لبست ومهما خرجت. أقول للمرأة أنه اللي تصور نفسها هي سبب البلاء أو سبب شهوة الرجل، هذا مو صحيح. الشهوة موجودة عند الطرفين، عند المرأة والرجل، ولكن المرأة عندها تحكم وأيضا عليها منع شديد، وبالتالي هي لا تستطيع الإعلان عن شهواتها. وتقادم الزمن تم إلغاء كل رغبة لها وكل فكرة، وتقريبا هي مقموعة بكل شيء. يمكن الرجل عنده قدرة يعبر عن رغبته الجنسية، لكن المرأة ما عندها هاي القدرة. وأريد أقول أنه أنا مو قصدي يعني أنزع إيمان الشخص المؤمن، أنا مو موضوعي هذا، بس هذا الدين أدى إلى فقدان أوطاننا، هذا الدين يعني تعصبه ورؤيته للعالم من وجهة نظر واحدة وعدم تقبله لوجود المخالف هو اللي خلانا نطلع بهاي البرامج ونحكي عن تاريخ هذا الدين، يعني نكشف حقيقته، لأنه كل الناس قاعدة تصغي للمشايخ، والمشايخ يخفون الكثير من الأهوال بالتاريخ، وطبعاً ما يقدرون يخفوها عني وعن جان وعن الناس المتنورين اللي يقرون، يخفوها عن الناس اللي ما يقرون وما مطلعين على كتب التاريخ. فأنا محبتي للكل، احترامي لمعتقدات الجميع، لكن هذا الدين سيء وما أقدر أجاملكم أكثر وأقول إنه دين جيد، فأني آسفة. نعم. وحييك ناجدة، وحييك بصراحة. هذا الدين دين، هذا دين شيطاني، إذا كان بالمصطلحات الغيبية هاي دين، خلينا نقول دين شرير، يعني دين شرير بمعنى الكلمة، هو يمثل الوجه الشرير للإنسانية. نعم. ضد الدين هذا، رح نقف في وجه الدين هذا ولو خلقنا حياتنا ما في أي مشكلة، لأنه بكفينا أنه فخراً أنه نوقف في وجه الدين، وأقل شيء نفتح طريق للسلام لأولادنا وأحفادنا. أنا بتشكر كثير ماجدة، وبتشكركم أصدقائي على المتابعة، وأراكم في حلقة قادمة. شكراً ماجدة. شكراً لك يا جان. باي باي. مع السلامة. مع السلامة.